أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا آسفين كثير على التأخير هذا، وللأسف الشديد أنا اضطريت أعمل رابط جديد. أظن لسه على الأصدقاء ما دخلوا معنا. على كل راح نبدأ معنا ضيفنا مجاهر جديد اليوم، الأخ آزاد. خلونا بالبداية نرحب بالأخ آزاد. أهلا وسهلا فيك أخي آزاد. أهلا وسهلا فيك أخي جان، تشرف بحضورك وبحضور جميع المتابعين، وببعث سلامي وتحياتي للأستاذ والصديق العزيز أحمد حرقان، وتحياتي للسيد القمني وكل من يناشد في إظهار الحقيقة. اهلا وسهلا فيك اخوي، واتمنى يكون وصلا يعني اصدقائنا. انا بشكركم كثير اللي عم بيتابعونا، انا بشكركم كثير. هذا رابط جديد مثل ما قلت، يعني رابط جديد، والرابط القديم انا ما قدرت ادخله فسويت رابط جديد. انا بتمنى من اصدقائي الموجودين اذا بتقدروا توزعوا على الرابط الجديد، لانه الرابط القديم ما بقى له شغله بصراحه. فهذا الرابط بدنا نشتغل عليه. وعلى كل حال انا راح اوزع الرابط هلا كمان على صفحتي وعلى صفحات تانية. أزاد، بطاقة تعريفية عن شخصك الكريم، تفضل. اسمي أزاد خليل، من سوريا، كردي الأصل، عمري 35 سنة، مواليد 1981، ولدت بالشام بدمشق ببيئة مسلمة، وهلا انا مقيم في المانيا. تمام. على كل حال ما بدها تفاصيل يعني، بس هيك بطاقه شخصيه كان مختصره يعني، ما في مشكله. ازاد، نحن هيك بطبيعه البرنامج يعني او الشخص اول حلقه يعني بنكون الحلقه تعارفيه، يعني نتعرف على الشخص، على علاقته بالدين، على تجربته مع الدين. خلينا نبدأ من الطفولة وعلاقتك بالدين من الطفولة. كيف كانت العلاقة بالطفولة؟ كيف كنت تتعامل مع الدين؟ أهلك كيف كانوا يعاملوك؟ أنا بعرف عفرين يعني كفار والعياذ بالله بالنسبة للمسلمين طبعا. تفضل تفضل. طبعا أنا ولدت ببيئة مسلمة، بمجتمع مسلم وسطي. بتفسير الديني لو طبقنا، نحن لو اطلعنا على منظور الشريعة، نعتبر نحن ولدنا ببيئة منافقة، مسلم منافق، يعني بيئة مجتمع مسلم منافق. ليش؟ تطلعنا للدين ب يعني ب بتطبيق الأحكام الخمسة للشريعة والتقيد بأسس الدين، ما في أي شيء. نحن كوننا ككرد، يعني نحن بخصوصا انا خليني احكي عن مجتمعي، عن شعبي يلي بلاقي فيه حالي، وبلاقي فيه الـ يعني بدي لك الضياع اللي عشنا فيه نحن، الفوضى اللي عشنا فيها بضمن مجتمع اسلامي. ولادتي انا بمجتمع مسلم، يعني مثلا ابي كان يصوم بس ما كان يصلي، باحيان يعني باوقات ممكن انه يشرب، ممكن انه بأوقات يلتزم بالدين بحسب يعني أهواءه، بحسب حاجته، إن كان ميؤوس أو إن كان معه عنده وضع سيء فبيلتجئ لله، وإن كان في وضع جيد يعني مقتدر فهون بيمشي حياته الطبيعية. هلا أنا شو استفدت من هالشيء هذا كلياته؟ ولادتي بهذا المجتمع، للأسف نحن ككرد بالوسط السوري شعب مهمش، يعني لا مستوى دراسي ممكن انه نوصل لمرحله، مرحله بجوز نوصل للدكتوراه، بس شو بعد الدكتوراه؟ ولنفرض مثلا، بعطيك المثال، الماغوت او محمود مطر او نزار قباني او حي الله الشخص، هذول لما بيستفر يعني بفوتوا ب الاندماج مع المجتمع، فبيلاقوا انه في شيء عندهم مميز. انا كيف بخلق التميز اللي عندي، او كيف بخلق الاستثنائيه اللي عندي؟ انا ولدت بطريقه، يعني ابي مثلا كان يصوم، انا اروح اكل تفاحه مثلا، او ما اقتنع بالصيام،
كنت فاهم، هيقول لي انت ليش ما عم تحترم الاسلام، او ليش ما عم تحترم عادات الاسلام او تقاليد الاسلام؟ طب ليش انا المفروض علي اني احترم؟ او شو باذيك انا باكله التفاحه؟ انت مثلا اذا انا ما احترمتك ممكن انك انت تحترم المقابل. عميل انا رفقاتي مثلا كلياتهم مسيح، طيب اوكي ما اختلفنا، رفقاتك مسيح بيحترموك كونك مسلم، ما بياكلوا قدامك، انت فكرت شي مره انك تحترمهم لالهم او تحترم عاداتهم وتقاليدهم؟ اكيد لا. ليش؟ لانه الفكر الاسلامي فكر تسلطي، بيطلع على باقي البشر ككل فكره دونيه. لهيك صار في انا عندي شيء من النبذ، يعني طلع على الوالده، انا طبعا بيطلعوا على اغلب المسلمين بيطلعوا على ملحد كنظره ازدراء او نظره عدم الاخلاق. ولو نحن جينا على تطبيق الاخلاق الحقيقي، فالملحد هو الاكثر انسان متقيد بالاخلاق. اطلع عليه على الوالده انه عم تقرا القران، ماما شوف شو معنات هالايه هي، ما في تفسير، ما في اي فهم. ليش؟ لانه انا نحن اصولنا كرديه، رب العالمين نزله، رب الاسلام نزله قران عربي، نحن ما فينا نفسر هالايات هي ولا فينا نفهمه. طب ما دام ما بحسن انا افهم الايات هي، وما دام هذه الايات هي بيطلب اضطهادي وبيطلب الغائي، فانا كيف ممكن اعبد هالايات هي؟ من وين اجى هالايات؟ طيب ماما ما في اي جواب. الوالد مثلا مستواه الثقافي صفر. طب انا هون راح ابلش، انت معي ما هيك عم تسمعني اخ جان؟ أنا أسمعك أخوي أسمعك. أنا بس كنت عم بوزع الرابط الجديد، فأنا أسمعك ومعك تماما. تفضل أخوي كمل، وأنا كلي آذان صاغية يعني. لنكمل. ولادتي نحن الإنسان بشكل عام، شوف ببلش بسن بالوعي بسن ال 14 15. بسن ال 14 15 بيصير عندي أنا خيالات وصراع فوضوي، صراع مع الذات، صراع مع الأهل، صراع مع المجتمع المحيط، صراع مع الدولة، صراع مع الهوية اللي أنا موجود مثلا، حتى كالشخصيات. طب أنا إذا بدي أعتمد هنا على القرآن، هذا القرآن ما بيحدد لي يعني كيف إني أعيش غير ضمن السياق اللي هن بدهم إياه، إلغاء كامل. بس أنا مثلا كنت شوف أوقات أحلام إني كنت عم طير فيها، يعني افتح ايدي بالهواء ولاقي حالي عم طير. اوقات الاقي احلام مثلا اني انا لازم اكون انسان مميز، بلاقي حالي افضل من الغير. الافضل من الغير ما بيعني انه يكون ان يكون يعني افضل منهم كانه تكبر، لا، الافضل اني اقدم شيء للمجتمع، اني اقدم شيء للناس اللي حوالي او للحياه بشكل عام. الله اعطاني هالقدره هي، القران اعطتني هالقدره هي، التجأت للشيوخ، رحت على المسجد صرت اصلي، حبيت ادور على الاله الحقيقي من مسجد ابو النور موجود بشام. الله نيالك، يعني انت كنت يعني داخل فيها مثل ما بقولوا. انا بسن ال 14 15 كان عندي تمرد مو طبيعي، حتى اهلي واللي عم يسمعوني هلا، الناس اللي بيعرفوني بيعرفوا شو طبيعي انا من صغري. شو كانت قراءتك بهذاك الوقت اخي؟ شو كنت تقرا بهالعمر هذا بال 13 14 15؟ شو القراءات يعني؟ انت عندك كل هالاسئله هي، بالمقابل مثلا كنت تسال الشيوخ، وانا متاكد ما عندهم اجوبه، ومثل ما قلت لو قلتك ما كان في اجوبه. شو كانت القراءات يعني كنت تقراها؟ تفضل. انا ما كان عندي كتب اقراهم، يعني ما كنت معتمد على اي مرجع او اي علم او دين اني اعتمد عليه. بس كوني انا بوسط اسلامي والوالد والوالده مسلمين، فحبيت اني لاقي الاله اللي هن عم يعبدوه، حبيته لاقي من منطلق ذاتي. رحت دورت عليه بمسجد ابو النور، بالجوامع، بالقران، بحياتي الطبيعيه، بالصراعات اللي انا عم اعيشها مع ذاتي ومع مجتمعي ومع المحيط كشكل عام، كاني انا كون عضو متفاعل. الوالد كان بصفة مسيطر من النوع العشوائي، يعني من النوع المستوى الثقافي صفر، الرغبة تبعيته تجاهنا
هو المادي، لان احنا ككرد بشكل عام ما عندنا غير هالطريق هذا، انه نحن فقط نامن المادي، معك قرش بتسوى قرش، هذا المصطلح القائم بين المجتمع الكردي بسوريا. صراحه المجتمع السوري كامل يعني، مو بس المجتمع الكردي، هو جزء المجتمع الكردي الموجود في سوريا جزء من المجتمع السوري طبعا، وهذا يطبق على كل المجتمع السوري، انه معك قرش تسوى قرش يعني، هذا هو هذا اللي بنعرفه تربينا عليه بصراحه. لهيك في مصطلحات نحن كنا نستعملهم، مصطلحات يعني بيخليك تندمج مع الوسط اللي انت موجود فيه غصبا عنك، وتنفي الشيء اللي انت راغبه، او التغيير يعني انك تكون استثنائي، هذا الشيء مستحيل، لانه اي استثنائيه بيعنا بالدوله فهو ضد، يعتبر خلل في القانون الدولي، في قانون الدوله في سوريا، خاصه تكون كردي يا لطيف، محلك يا فرع فلسطين يا فرع فيحاء يا ما فرع من الدوله، يعني ما في مجال. هذا اذا كنت استثنائي. بضمن العائله انك تكون انسان يعني تقدم تغييرات، تقدم فكره غريبه عنهم، انك تجرب، انك تغلط، هذا شيء مستحيل، لانه الغلط بيقابله الضرب، القوه، الشده، من الاهل او من المحيط. انك تكون استثنائي فانت معناته شخص غير مرغوب فيه، يعني كيف استثنائي، كيف نحن الاستثنائي بالنسبه للمسلم هو انك تكون استثنائي بالمستوى العلمي للقران، يعني انك تقرا القران تروح على المسجد، يعني نسخ لصق، مجتمع نسخ لصق، تنسخ انسان بيروح بتلصقه بالجامع، هذا الانسان بده يرجع يدرس نفس السطور نفس الصفحات القرانيه. طب نفس السطور نفس الصفحات القرانيه، يعني انا عن مين بدي احكي؟ عن محمد، عن طلحه، عن زبير، عن قتيبه، عن خالد بن الوليد، عن شخصيات. خليني قبل ما افوت على المواضيع هي، بمرحله الصغر الطفوله تبعيتي الاستثنائيه هي تبعيتي، ابي أو الوالد ما كان يعطيني مجال لألا، لأنه كان هو عضو يعني بالحزب البعث السوري، وبنفس الوقت كان متدين، كل تفكيره أن يكون شخص تقي، و يعني امشي على الطريق المستقيم اللي رسموا لنا إياه الدين تبعهم، وبنفس الوقت جيب مدخول. انا بلشت مع العلم ليك، انا بلشت من بالشغل وعمري شيء 14 15 سنه حتى بهالفتره هي، هون صار عندي اختلاط. اول شغل بداته انا بدات التصوير، التصوير بعدين فتت على تصميم الاعلانات، هون صار عندي شخصيتين، الشخصيه اللي عم بتعامل معه انا شخصيه مرموقه محترمه، اللي هن كانوا بشركه تصميم اعلانات اسمها الانسي هنادي، واخذت منها عبره كثير كبيره لتغيير حياتي على فكره، والاستاذ هادي، هذول كانوا شخصين مخطوبين لبعض. سميتهم انا بهالمرحله هاي الشخصيه الجرافيتيه، يعني الجرافيتا. لما اطلع انا على هالشخصيات اللي لابسين جرافيتا وانسان مثقفين وواعيين، بعطيهم اهتمام اكثر بالشخص اللي لابس عمامه ولابس قلابيه. يعني اللي لابس قلابيه ولابس عمامه اعطاني فكره، طيب انا فتت على الجامع بدي ارفض، انا عن جد ما كنت اقبل شغلات مثلا موسى ضرب اعصاب البحر وشق البحر، انا شو اللي بيخليني يكون شخص مثلا، ليش الشك دائما بنقول الشك والسؤال هو اللي بيخلق الاستثنائي؟ طب انا بدي اصير انا كمان نبي، او بدي اصير صحابي، او بدي اصير امام، او بدي اصير انا بدي اوصل للاله تبعهم باي شكل إن كان. حاولت اني اصير امام، حاولت اني يصير اوصل لارقى المستويات من المؤمن، فلقيت يعني ما في اي شيء اني ادعمه بالنسبه لصغر سني حتى كمان. التجأت انا للشخصيه العلميه او الشخصيه اللي انا سميتهم الجرافيتا، اصحاب العلم والثقافه والشخصيات الهادئه، منهم التجأت للكنيسه. اول ما دخلت الكنيسه كان عمري بشي 16 17 سنه، كنت عم برجف كيف ادخل كنيسه، هذا الشيء اجرام، هذا شرك واجرام وشيء لا يوصف بالاسلام. دخلت على الكنيسه حسيت، لقيت نظافه، لقيت شيء من الترتيب، شيء من يعني من بيميز المسجد
بصورة حضارية. عم بطلع على المسجد عم يصير عندي خلافات، عم يصير عندي رفض كل شوي، عم يتغير. بسألك أزاد هون، لقيت فرق بالريحة؟ طبعا ايه، حتى بالريحة يعني بكل شيء. احكي لنا على الريحة، بالله احكي لنا على الريحة. انا داخل على الكنيسة يعني حسيت انه كيف عم لك انا، انه المكان هيك كان بيتميز بالنظافة وبالرتابة وبالنظام. انا دائما كان ميولي ان يكون انسان مثلا بمستوى مرموق، او ان يقدم شيء للمحيط او للناس او لنفسي او اي شيء، المهم ان يكون شخص مفيد للبشريه، ما يكون شخص سطحي او هامش عم بعيش من يعني زياده عدد فقط. التجئ للمعرفه، التجئ للعلم، لهالشغلات. حتى الكمبيوتر كانت يعني بأول مراحلها، بمراحل نزولها. دخلت أنا على الكنيسة فلقيت إنه في شيء يعني بيجذبني أكثر من المسجد. بس هون في يعني أنا عندي في ناس بيرفضوا هذا الشيء، بيرفضوا أصلاً دخولي للكنيسة. شو يعني إجرام هذا؟ لاحظت أنا هذا الشيء وتعرفت على مسيحية. كمان حاولت فوت بمبدأ ديانتهم، بس حسيت انه ما راح يختلف عني شيء، انه شو الدين بدين، هذا مسيحي وهذا مسلم، ديانتهم في احتقار هنا. كوني ككردي احتقارنا للبشر بالقرآن مثلا، مو ككردي كمسلم، احتقار المسلم للبشر خصوصا لليهود ولتصنيف باقي الأمم بالنصارى والمشركين والصابئين والمجوس والزنادقة، انا ليش لحتى استحقر حدا؟ مع انه انا كنت لما اشوف الشخص اللي لابس جرافيتا او الشخص النظيف او الشخص المميز كنت لاقيهم بشخصيتهم. لما يحدثني عن نحن نتمثل ب انه عالم غربي حكى الحكي هذا، نحس كانه اوقات انا بيني وبين نفسي احس انه هذا النبي اللي حكاه. صار في عندي تكبير لشخصيه الغرب وتدني لمستوى الشيوخ او الإمام أو العالم الفقيه من هالصفات هذول. لهيك صرت أرفض أنا تدريجا التدين، لجوء إلى الدين صار كتير شكلي، حتى يعني حاولت كتير أني أبحث عن الإله ما لقيته. بدي أسألك في نقطة أخي عزاد، دخولك بالمسيحية، شهادتك دخلت بالمسيحية، هل قرأت كتبه، تعمقت شيء بالمسيحية، حاولت تفهم المسيحية بشكل من الأشكال؟ تفضل. لا أنا ما دخلت المسيحية، أنا حاولت أني أفهمون بس ما أحسن تتقبلون، يعني لا دخلت فيها ولا حتى أني تعمقت فيها، بس عرفت أنه بيقدسوا الابن السيد المسيح، انه باسم الابن الاب الروح القدس. فهنا في عنا اله في حاله خطر، يعني اله تصلب وهو لا حول ولا قوه له، ما قدر يسوي شيء ضد ثلاث مسامير تعلقوا فيه يعني ومات. انا بقوله من المكتوب مبين من عنوانه، شفت المكتوب من عنوانه وعفته. بالضبط. صارت برافو. لهيك ما، بس انا عجبني انه نظامهم، وعجبني يعني انه بيعطوك حق البحث عن الاله. بالاسلام الاله هو فرض، عباده فرض، بينما المسيحيه بيعطوك حق البحث نوعا ما، انه تدور على الاله، وبيرجع العباده هو كمان نوع من يعني انت اخر شيء بتلتجئ للاله كقناعه على الاساس، وبيعطوك لازم انت تكون ضمن هالاطار الانجيلي، تعيش ضمن هالاطار الانجيلي او مثل ما نفس القران، بس ما بيفرضوا عليك انه لازم تعمل هذا الشيء، لا بالعكس. مثلا بالمسيح بيقول لك السيد المسيح عن الرجم الزانيه، من منكم بلا خطيئه فليرجمها بحجر، يعني مين عندكم، مين منكم ما عنده خطا خليه يرجمها يتفضل، بيعرف انه الانسان كلياته معرض للخطا، نحن بشكل عام معرضين للاخطاء. بالاسلام كانت الرجم، نسخوا الايه سووها جلد من 100 لل 80 جلدة، يعني في اختلافات نسبية بالأديان. بكل الأديان بنلاقي أديان وثنية، بعدين بنفوت فيها كيف انه حتى الإسلام ممكن انه يكون وثني، بعدين بنفوت فيها هذا المفهوم هذا.
لهيك انا صار عندي تمرد ضد الاهل، ضد المجتمع المحيط، تمرد ضد القانون، تمرد ضد الاسلام. يعني بقول لك انه صار عندي صراع فوضوي انا كفرد عم عيش. نزلت مثلا، خليني اشرح لك الموقف هذا كثير يعني لحتى بين انه ممكن اوقات الانسان يكون ارحم من الاله. كنت بحارتنا في واحد مجنون، وفي اعمى وفي اخرس وفي ناس معاقين كثير، لانه بيلكن الدين بالمنطقه اللي انا عايش فيها منطقه فقيره، مقيم فيها النسبة كبيرة من الأكراد، والأكراد طبعا كلياتنا نعرف أنهم مهمشين وبيعيشوا بالدونية بالمستوى الدونية ضمن النظام السوري. فأنا وقت كل ما بنزل على المدرسة بقابل هذا المجنون قدامي، بيلحقني بده يضربني. لما أخلص منه من ناحية أشفق عليه، ومن ناحية أسأل مين هذا اللي حطه هون بهذا الظرف وبهالموقف هذا، يعني هذا المجنون شو الفائدة من خلقه؟ مين اللي عمله هذا؟ اللي حط الحق على أهله أو حط الحق على الإله؟ ظل هذا السؤال دائما مستمر بيني وبين ذاتي، يعني ما كنت لاقي له جواب لأني كنت صغير وما كان عندي مستوى إدراك واعي كتير. لاقي الأعمى أو الأخرس اشفق عليه من قلبي يقول يا حرام، ده والله يا حرام علي أنا مو يا حرام عليه هو. المسلم شو بيقول لك؟ الحمد لله على نعمة الإسلام، أو الحمد لله على هذه النعمة اللي أنا فيها. طب الحمد لله على النعمة اللي بالضبط، يعني بيقول لك الحمد لله انه هو اخرس انا ماني اخرس، يعني بالضبط ايه، يعني هو اخرس وانا ماني اخرس. طب ليش يعني مو حرام هو كمان؟ يعني انت هلا صرت احسن منه، ولا الاله تبعك خلقه اخرس لانه فيها حكمه؟ شو هالحكمه الاعجازيه هي انه يخلق واحد اخرس؟ او المثلي بتعرف قديش بينه وبين ذاته بيستحقر نفسه؟ مثلا بيجي انا على المثلي اللي مرضه هو عبارة عن جين، عن جينات ولد نشأ فيها. الأصدقاء أخي زاد، المثلي للمثل هذاك بختلف، بس المثلي يعني مشان لأنه أوكي. أصدقائنا العرب اللفظ بيكون يعني بتعاملوا معه بطريقة مختلفة. المثلي طبعا موضوع المثلي موضوع كتير شائك. شوف، إنسان خلق بجين يعني ناقصة، أو خلق بجينات بخليه على هالشكلية هي، مين المسؤول عن هالكائنة هي أو عن خلق هالجين هذا؟ بالقرآن بيقول لك ارموهم من فوق صخرة، من فوق يعني بيرموهم من منحدر. طب انا ليش بدي ارميهم؟ هذا مو خلق الله؟ اذا كان كنت انا مؤمن فعلا، مين المسؤول عنه؟ هذا المثلي عنده ثلاث اخطاء نحن لازم نحاسب فيهم الاله، ما لازم نحاسب فيهم هذا المثلي، لانه هو بحد ذاته بيحتقر نفسه على الشكليه اللي هو موجود فيها. في عندنا صديق هون كان هو كمان مثلي، بيعاني من المرض هذا، يعني فعلا وضع كثير معقد. أول شيء الخالق، بس دقيقة زاد، أنا آسف للمقاطعة، يعني أنا بعتذر للمقاطعة، يعني أنت قلت عم بيعاني من المرض، هو ليس مرض، يعني هو شيء طبيعي في الإنسان. هذا المثلية هي موجودة بكل الكائنات، يعني ما هو مرض، يعني أنت وصفته مرض. أنا يعني ما أظن مرض، مو أظن هو ليس مرض، يعني بشهادة الأمم المتحدة، بشهادة كل الجمعيات الطبية أصلا اللي سوت دراسات، هو حالة طبيعية جدا تكون في مثلية وفي إنسان المغاير، في مغاير في مثلية، فهي حالة طبيعية وليس مرض يعني. بس هن سموها يعني شواذ أو شيء من القبيل، وهي اسم المثلية، يعني شيء طبيعي يعني. طيب حلو. بكل الأحوال هي الحالة هي، يعني إذا نحن من ندرس موضوع القدر والقضاء وهالأمور هي كلياتها، والخلق الربانية، هذا الخلق مشوه للأخلاق. شوف، نحن كمان ما بنقبل بالمثليين، بس هي حالة موجودة، فلذلك نحن من نفكر نعالجها، ما بنفكر انه ننفيها.
يعني ننفي الشخص هذا، العلم بيفكر انه يعالج هذا المرض او عفوا الحالة هي. الاسلام بيفكر انه ينفي الانسان بحد ذاته. صحيح صحيح. يعني تخيل مثلا الرئيس الوزير الخارجية الالماني كان مثلي، طيب هذا بمستوى العقلاني او العقلي وصل لهالمرحلة هي مع انه بيعاني من هالمشكلة هي، من هالمشكلة الجينية. الاله هون شو ارتكب؟ شو اللي عمله؟ او وين الصفة الالهي بهذا المرض هذا؟ هذا الموضوع يعني صار عندي انا طبعا هلا عم حط تفسيرات ثانيه بالاضافه للاسئله اللي انا كنت محتار فيها بالصغر. شوف من الاهل ومن مثل ما قلت من المجتمع ومن من الدين ومن الدوله. التجأت لحزب شيوعي وانتسبت لمنظمات كرديه تابعه لنا، لحتى تعرفت انا على تاريخ مصادر مثلا او كتب، قريت كتب، قريت كثير شغلات مثلا دخلت فيهم لحتى تبين لي انه جميع الاديان هي صناعه بشريه، منها صناعه ربانيه. انا ما شفت بحياتي رب دخل بصراع او بمعركه بشريه مثل الاسلام اللي بيقول لك طيور الابابيل وزجيل ونزل الملائكه تبعيته بحرب. يا زلمه بدر شال السيف ونزل معه صار يلولح بسيفه. يعني شغله غير شغله كثير حلوه. دخل رب العالمين بمعركه مع محمد ليحارب الكفار. شو هالمسخره هاي؟ اي اله بينزل بحارب البشر على اساس انه اله مقتدر وخلق الكون كلياته؟ انت عن مين مثلا القران؟ يا قران وقت اللي بتحدثني عن هالشغلات هي لا تطلع عليك كانسان غبي، اطلع عليك كانسان ذكي. بيقول لك المسلم كلياته اغبياء. انا مع احترامي للمسلمين بشكل عام، مو انت الغبي. السيف لما انفرض عليك انت ما عم تقرا القران لحتى تفهمه، انت لو بتفهم القران، هذا كلامي طبعا موجه للمسلمين، انت لما بتفهم القران بتقراه لحتى تفهمه رح تلاقي حالك انك انت كنت بمرحله يعني بغفله مو طبيعيه. مو بس انت، لانه اللي قبلك كمان، لانه اللي صحوا من هالغفله هي تم ابادتهم مثل ابن المتنبي. عفوا الصوت انقطع شوي فتفضل. مثل كنت عم تذكر اللي تم ابادتهم من اللي صحوا من الغفوه، تفضل. يعني ناس فاقوا من هالظلام اللي هن عايشينه. انا بتحدى مثلا اي مسلم بيقول لك عمر ادم قديش عمره، او كيف بلشت البشريه؟ طب اوكي بلشت مع صلصال وفخار ونفخه من الروح، بس باي سنه؟ باي مكان صار هالشيء هذا؟ بيقول لك جنات عدن، وين هي جنات عدن؟ كيف صار اول الخلق؟ يعني نحن في عندنا اثباتات بيقول لك في انسان قبل 200 مليون سنه. وين 200 مليون سنه؟ وين وجود ادم؟ بيقول لك رب العالمين كان قبلهم جن، الجن مخلوقات من النار مو من جسد. نحن المعالم والاحفورات اللي عندنا ما بدل على انه الانسان هذاك الوقت كان جن، بدلنا على انه الانسان كان انسان بس كان نسبه الوعي عنده كثير ضعيفه. ما كان بيعرف بالاختراعات وبالعلم. نحن العلم قديش عمره؟ 100 سنه، 200 سنه، 50 سنه؟ يعني التكنولوجيا والعصر الذهبي اللي نحن فيه. الثوره الصناعيه بدات من 400 500 سنه، يعني هي الثوره الصناعيه مع جاليليو بالضبط. عمر العلم هو 300 400 سنه، يعني مو اكثر. نحن عم نباشر بالمعرفه بالعلم. لهيك نحن عم نلاحظ انه كل ما تثقف الانسان، كل ما الحد، كل ما قرا الانسان او تعمق بالدين بيصير بألحد. الانسان لما صحوا من الجهل الاسلامي، تم الحاد، تم اتهامهم بالالحاد والزندقه، تم اتهامهم بالقتل، يعني حلل دمهم. الاسماء اللي اعطيتك اياهم طبعا كلياتهم موثقين، مع انه اكبر علماء الشرق هذول المعري
وما شاهدنا هدول كثير. فشو قدمنا الاسلام نحن؟ خير امه ارسلت للعالمين، هدول نحن شو استفدنا منه؟ انا كانسان كيف ممكن لاقي حالي انسان مبدع ضمن نصوص وقوانين كلياتها استعباديه؟ ناهيك عن اني كوني ككردي اللي مضطهد وطنيا وقوميا وحقوقيا وحتى ديني حرفوا لي اياه اذا كان في مثلا كان ديني هو الصح. انا حتى عن ديني ما عاد اعرف، اسال اي كردي يقول لي شو بتعرف عن الايزيديه او الزرادشتي، بيقول لك مجوس وعبادين الشمس. هذا اللي فهموك اياه العرب، بيقول لك المسلم انه نحن اعراب فارس. اي والله ما حدا اعراب فارس غير العرب. نحن من وين صرنا اعراب فارس؟ بيقول لك الزرادشتي والازين عبادين الشيطان، يعني بس موبايل هذا بيعرفوا. هذا وصف محمدي غبي، وصف محمدي. معلش وقت اللي بهين انا النصوص الدينيه المحطوطه، انا ما بهين الشخص المسلم اللي هلا عم يسمعني او الشخص انا بالنسبه لي الموجودين هلا هن الحقيقه وهن اللي بيهمني اني احترمهم. اما النصوص اللي انحطت لي انه الكرد قوم من الجن والكرد بيعبدوا النار وقوم مجوس، انا اذا بقول لك عن المجوس مين هن المجوس؟ هن اللي بيردوا بزواج القاصرات، او هن المجوس هن اللي بيحللوا زواج الزنا المحارم. زنا المحارم من وين طلعت؟ بلاك ملحق مسلم. اذا ما في ضوابط او حدود للاخلاق، معناته ما في شيء بيخليك تتجوز مع اختك او مع امك. ما انا من وين جبت انت هالتفسير هذا؟ جبته من نظريه ادم. ما انت ما انا ما عندي شيء بيحلل هذا الشيء، بالعكس الالحاد هو قمه الانضباط الاخلاقي او انك تلتزم بحقوق غيرك وبوجود غيرك، تحترم الراي تبعه او تحترم الوجود تبعه. انا ما في عندي شيء اسمه تجاوز اخلاقي. التجاوز الاخلاقي موجود بقاموس المسلم، يعني هي ادم تجوز من حواء وولد قابيل وهابيل. من هلا المسلم العصر الجديد شو بيقول لك؟ انه من كل بطن توأم، كم انولدوا من خلال بطون، يعني اول بطن ثاني بطن، على اساس انه هون بيختلف نسبه الاخوه او نسبه القرابه تبعهم. التحليل كمان بمستوى الغباء مو طبيعي. يعني بيتهمونا للملحدين انه بنطوا على خواتهم وعلى امهاتهم وهن اصلا سلالتهم نط على خواتهم. ايه بالضبط. زين المحارم موجوده، اكبر نسبه موجوده بالسعوديه، ليش بيكذبوا على حالهم هذول؟ نسبه زواج القاصرات موجوده بالاسلام بالشرع القراني، نسبة الزنا المحارم موجودة ضمن الحكم الربانية تبع الرب الإسلام. ليش نقعد من صدر هالفلسفة أو هالمواضيع هاي نتهم فيهم على غيرنا؟ أنا ما عندي شيء، أنا بالعكس أنا الانضباط الأخلاقي تبعي حتى ما بيسمح لي أني اطلع على بنت أني بنظرة شهوانية. أنا الانضباط الأخلاقي تبعي بيقول لي لازم أحترمها كإنساني بتعامل معها. إذا كان في ود، إن كان في تقبل وتفاهم ويعني بكل أنواع التقبل من خلال الطرفين، وقتها ممكن نحن نتفق على حد معين. الخيانة بالمفهوم العام هو عاهر، هو غير مقبول. ما في لا عند الملحد بيقبل الخيانة، لا المسلم بيقبل الخيانة، ولا حدا. أنا الانضباط الأخلاقي أول مرة بشوف، مرة كنت عم ناقش دكتور بهذا الموضوع قال لي أنا أخلاقي بستمده من ديني. قلت له فمعناته هزلت. اذا انت دكتور اول شيء اختصاصك كدكتور هو رفض للمبادئ الربانيه، اول شيء قضاء وقدر، يعني انت عم تعارض قدره ربك بالعلم انك تداوي انسان وتمد بحياته. لما رب العالمين بيقول لك قل لن يصيبكم شيئا الا ما كتب الله لكم، او فما اصابتكم من حسنه فمن الله وما اصابتكم من سيئه فمن نفسكم، آيات متناقضة غير قابلة يعني للتقبل نهائيا. بس المسلم بيعطيك شغلات، بيعطيك عقول هو المقتمص فيها وبيتهمك فيها. يا أخي أنت احكي عن حالك، أنت ما تحكي علي. أنا ما بتقبل هذا الشيء، لا بتقبل التجاوز الأخلاقي، لا بتقبل أنا أني اتعدى على قومية حدا أو على وطن حدا. لا شيء مرة سمعت أنه كردي تجاوز على حقوق حدا أو تجاوز على حق كدولة، يعني كمستوى حضاري بالحضارات، تنقل الحضارات. نحن اعتدينا على أمة غير أمتنا، خير أمة العالمين. الكردي واضح، يعني التاريخ الكردي يعني ما طلعوا
خارج كردستان، المنطقة الكردية، لغزوات أو لفتح أو أو أي شيء من القبيل هذا، غير صلاح الدين كان بوقتها باسم الدين، ما كان أصلا ما كان فكرة القومية موجودة حتى لذاك الوقت، يعني الفكر القومي كما مثل ما بنعرفه اليوم ما كان موجود، كان الدين هو المسيطر. وإذا كان على أيام الأرمن فهو الدين هو اللي كان مستعمل على أيام الأرمن، ولما استعملوهم العثمانيين يعني، ولا تاريخ الأكراد ما في أي فتوحات أو غزوات مثل ما صار عند العرب، مثل ما صار عند الرومان ولا اليونانيين ولا التتار. تفضل. نحن كشعب كردي تعرضنا لغزوات ولا فتوح، يعني لإبادات مو طبيعية من ناحية الإسلام. من وين بدي بلش لك؟ من إيران لتركيا للعراق لكردستان سوريا، جميع الإبادات كانت دينية بحتة. من ناحية عمر بن الخطاب يوصفنا بالأقوام الجن، موسى يوصفنا بأكردوهم إلى الجبال، كمان منه نحن أبناء جن، والله ما حدا غيرك جن يا ابن الجن. يعني نحن من وين؟ كيف الجن؟ كيف ممكن جن يعاشر بني آدم ويولد منه بني آدم ثاني؟ إن كان هذا التفسير أو الحديث ضعيف أو غير أي، كيف ما بده يحلل المسلم يحلله ما بيعترف فيها. طيب شو اعتدائك على الأقوام الثانية؟ كيف بده توصف القرآن؟ شو خلي المسلم يفهم، عندك 6 مليار إنسان، 6 مليار إنسان هدول كيف وصفت لهم؟ إنسان قابل إنك تتأقلم معهم، تعيش معهم، تفوت بحياة متساوية معهم نهائياً. جميع البشر بالنسبة للمسلمين صابئين، كفار، زنادقة، مجوس، لعنة الله عليهم، مخرب ديارهم. بالمقابل بتلاقي خير أمة أرسلت للعالمين، والعالم كلياته نزل للإسلام، والأمة المرموقة هي الإسلام. وين الإسلام؟ هلا يمثلون الاسلام، هلا قومنا هلا ما بيمثلوا الاسلام. شوف الغرب، شوف الحضارات، شوف التاريخ، شوف تاريخ الشعوب. الاكراد الكرد عفوا مو الاكراد الكرد قدموا اختراعات مثل الذهب، صناعه الذهب، صناعه الزراعه، تربيه الحيوانات، هذول كلياتهم اخذوهم منا، سمونا اعراب الفرس، حرفوا تاريخنا، حرقوا كتب الأكراد، حرقوا المعالم تبع الأكراد، الحضارات تبعهم، ما خلوا شيء للأكراد للكرد، بحيث أنه أنا ككردي أعرف تاريخي، أعرف مصدري، بقرأ عن زرادشت بيلي عباد الشمس، بقرأ عن الإيزيديين بيلي عبادين الشيطان، بقرأ عن علماء الكرد بيقولوا لك هذول كلياتهم مسلمين. أنا أي كردي مسلم بالنسبة لي فهو جبان، ويعني بالنسبة لي هو مانو كردي. ليش مانو كردي؟ أنا ماني شوف، بجوز القومية تكون فكرة، القومية بتكون هي فكرة تقريبا بعصرنا الحديث غير مقبولة، لأنه القومية هي أشد من الدين. بيجي أنك أنت بتلتزم بقوميتك وبتتشدد فيها أكثر ما تتشدد بالدين، بعدين بيجي في تشدد الدين كمان، بيجي نفس النسبة نفس المعيار. أما الفكرة المطروحة هلا هي الفكرة التعايش بين الشعوب، رفع الحدود، رفع يعني المساواة بالاقتصاد، بالمستوى الاقتصادي، التعايش هي العولمة الإنسانية، يعني الفكر الإنساني الوقت هذا. يعني هلا نحن بمرحلة ثانية، بس أنا كوقت اللي بدي أقول أنا ككردي، وقت اللي بين فيني أنا دين، فأنا هون الدين بهذا كلياته لازم أنا أكون ضد هذا الدين، لأنه ما في إله لازم يحب أنه شعبين يكونوا ضد بعضهم، مو بس شعبين، ما هو الإسلام ضد الشعوب كلياتها، بيستحقر البشرية من بكرة تبيها. يرجعوا للقرآن طبعا، هذا الحديث مو تبعي طبعا، يعني مو من عندي هذا الحكي. المستوى يعني الشعب الإسلامي طبعا واضح، بس نحن ككرد هذول اللي عم يقول لك انه نحن مسلمين، او اي كردي قدم شيء للاسلام، فهذا كردي منافق وكردي جبان، وما يعني ما بحسن نسميه انا انه قدم شيء للانسانيه او للبشريه.
لأنه هو بالنهاية راح قتل الرؤوس وفتح ودمر حضارات. صلاح الدين الأيوبي دمر حضارة، مثلا دمر قتل اليهود، أو اليهود كانوا يقتلون هذول. كان في صراعات بوقتها، هذا الصراعات كان في يعني ضد الضد، الناس النفي النفي، من كل شخص ينفي الثاني باسم الدين. وين وصلونا الدين؟ وين وصلونا الأديان؟ أنا بضمن ثورة، أنا هلأ في يعني بعرض ثورة فكرية، هي أول شغلة نفي العادات والتقاليد الاجتماعية اللي نحن تربينا عليها ضمن مجتمع اكتسبناها من الوسط الإسلامي أو من الوسط العربي. أنا ضد، يعني أنا لازم أبني ثورة فكرية يكون ضد المناهج التعليمية اللي موجودة بكتب اللي عم يدرسونا إياها بالكتب البعثية أو التركية أو الفارسية. بيقولوا لك مثلا تركيا إسلام، طب أنا إذا لا ما بطلع ضد هذا الشيء، فمعناته أنا إنسان كمان مالي مالي يعني مالي لزوم لوجودي. بيجي الكردي تركي بيقول لك نحن أصل الأكراد إسلام، الكرد إسلام. يا أخي حاجتك تأسلم أنت، إذا بحكي لك أنا كلمتين بالقرآن ما راح تفهم منهم شيء. شو اللي أسلمك أنت؟ اللي تعال ترجم لي من العربي للتركي، وإن الذين والذين هادوا والصابين والنصارى. عود ترجم لي على التركي بغض النظر عن الآيات الثانية. إذا كلمة تغيرت محل كلمة بيختلف الآية والحديث كلياتها. التركي شو دخله بالإسلام؟ وين شو اللي أسلمه؟ إذا ما كان من باب السلطة ومن باب الفتوحات، الحكم العثماني إنه يحكم البلاد كلياتها، إنه يفرضوا حاله ضمن الوسط العربي والإسلامي، القوة الإسلامية. القوة الإسلامية ما فينا نستهين فيها، خالد بن الوليد، عمر بن الخطاب، عمر بن العاص، سعد بن الوقاص، طبعا كانوا أقوياء وكانوا دهاء يعني أذكياء، كيف إنه ينشروا ويقتلوا. نحن بمستوى السلم تبعنا، إيماننا السلمي والإيمان الخيري هو اللي أبادنا. بدي اسالك زاد، بدي اسالك هون، بس عندي سؤال بصراحه. الله، انت عايش بالمانيا واكيد كل اغلب اصدقائك خصوصا العفريين يعني بتكونوا قريبين كثير على بعض. بالنسبه الالحاد، يعني انا عندي اصدقاء عفريين كتر بصراحه، ولكن للاسف الشديد في عندهم هالفكر القومي والنزعه الدينيه مخبينه على الطرف. هي موجوده ما بحكوا فيها، ولكن مخبينه على الطرف. وإذا بتجيهم إذا بتجيهم يعني مثل ما بقول وصل السكينة للعظم، صيروا دواعش. بدي أسألك كيف نسبة الإلحاد بين الشباب الكرد اللي بتعرفهم أنت بألمانيا مثلا؟ تفضل. أو فكرهم الإلحادي، خلينا نسميه. تفضل. أنا راح أحكي من منظوري الشخصي. أي شخص لما فكر ينط من بلاد الشرق للغرب فهو هون ألحد، صار ملحد بامتياز. بس ملحد غبي ولا ملحد ذكي؟ هذا الملحد الغبي، مثل ما بيقول المسلم أهل الإسلام اللي هلا ما بيمثلونا، فأنا راح أقول إنه هذا اللي كمان معناته ما راح يمثلونا، الملحد المسلمين اللي يجوا لهون. كيف هن كمان ملحدين؟ هذول بحسب القرآن أو الشريعة الجهاد فرض، بأثناء الحروب الجهاد فرض، فهذول هربوا من الجهاد تبعهم بغض النظر انه والله انا مع مين بدي امسك، مع مين بدي صف، مع مين بدي قاتل. انت عندك داعش يا حبيبي بيمثل نصوص القران، هن ما بيمثلوا نصوص الانجيل ولا عم يمثلوا نصوص التوراه او الزبور او الهندوس او الزردشتيه، هذا كله عم يجيبون من الاسلام، من النصوص القرانيه. اللي داعش رح احكي عن الشباب اللي هون بعدين نط على المفهومات الداعشيه. كل مسلم هون ما تتخيل انه، ما تتوقع من انه يكون مسلم فعلا يعني جوهري. هذا لما بيجي على الغرب بيجي لمنفعه ذاتيه، ما عم يجي لمنفعه دينيه. بيقول لك انا والله جاي لانفع ديني، بس هو بين ذاته شخص ثاني. المسلم دائما كذاب، شوف يا منافق، بيكون منافق وكذاب، يا اما ارهابي. انا اذا بدي اطبق الشريعه فالطريق واضح قدامي، هي اللي هي بين الدواعش. بعدين بقول لك انه ليش بين الدواعش؟ وانا اذا بدي اكون شخص منافق وسلمي وخير وانسان جيد، فانا بنتسب للعلمانيه بغض النصوص عن الالتزام بالشريعه وبالقران وبال
الصراط المستقيم اللي حدد له الإله الإسلامي للمسلم. لأنه أنا لما بدي أتقيد بالقرآن فعندي نصوص لازم أتقيد فيها وعندي تعاليم واضحة. بس لما بيجي أنا على بلاد الغرب فهنا ما عندي أي نصوص تسمح لي أن يدوس بلاد الغرب إلا فاتحا. شوف طب هذول اللي هون يجوا لهون هذول يجوا فاتحين ولا غازين ولا يجوا مزلولين؟ أنا بيجي بفوت معه النقاشات، بيجي واحد بيقول لي نحن مسلمين والحمد لله كردي، يعني معنى كرات كمان، بيقول أنا كردي والحمد لله، بس أخي كل من على دينه الله يعينه، أنا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب أنا بيقول لي أنا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بيقول له آياتك الغبية أحكيها لنفسك، لأنه أنا في عندي آيات تانية بتقول وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، بيقول لك أنت اجتزأت الآية من السياق تبعها. يا أخي أنا ما اجتزأت الآية من السياق تبعها، أنا عندي كلام واضح. أنت لما بتقول لي ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فأنت هون كمان اجتزأت الآية من السياقها. أنا كمان بحكي، وقت اللي بحكي مع شخص واعي. إذا كان القرآن تبعك مو مبين فهي مشكلتك، فربك بيقول لك أنه إن أنزلناه قرآنا مبينا، وإذا كان بالنسبة لا لا القرآن مو مبين فهي بتعود المشكلة لشخصيتك ولمستوى إدراكك ووعيك. المسلم اللي بالغرب بلكن راح انشر دين الاسلام وانشر شو اسمه، هذا مرحله نسبه غرور. شوف علم يعني مرحله نفسيه عم يمر فيها بين انه يتقبل الغرب ولا انه يتقبل الشيء اللي ولد عليها. يا ترى اذا كان عاش مثل الغربيين كيف راح يكون حياته؟ انفلات، ممكن انه يكون مثلا بالمستوى اللي عم يعيشه من الحريه. المسلم طبعا بيخاف من حريه الفرد لأن حرية الإنسان بتضره، إلا حرية ذاته ما بتضره. شوف المسلم دائما ما عمل لك منافق ومضاد لنفسه بحد ذاته لإلهه. المسلم ممكن أنه يكون مثلا بيتقبل نفسه، بيتقبل دينه على قد تفكيره، بس يجي إنسانة تكون حرة مقابله يا لطيف. أعوذ بالله، اللهم نحن أنعم علينا الإسلام ولازم نطبق الإسلام. يعني هون بيصير ببلش الغرور الذكوري اللي عنا نحن موجودين بعادات والتقاليد والمناهج اللي تعلمنا منها. بس مع الوقت طبعا الغرب أذكياء، أنا نحن لازم ما لازم نستهتر فيهم. الغرب بيعرف كيف أهل المجتمع تبعهم، كيف يأهلوا المجتمعات. هلا مثل أمريكا مثلا واقعين بحيرة، ينتخبوا ميركل ولا ينتخبوا ترامب؟ ميركل محمد بيقول مو ميركل عفوا أنجولين شو اسمه كلينتون، إذا انتخبوا كلينتون فهوني محمد آي لا يفلح قوما وقادتهم امرأة، وإذا انتخبوا ترامب فترامب شخص ديكتاتوري ضد المسلمين، بيقول لك عاملهم مثل ما عم يعاملونا. يعني إذا كان المسلم عنده الجزية فلازم المسلم كمان يدفع بأمريكا جزية، ما المسلم ما معه مصاري يأكل. انت معي ما هيك؟ انا اسمعك تماما، وبصراحه مثل ما قلت يعني المسلم هو راح يشحد اصلا، يعني ما راح يشحد. ايوه ذاتا احنا عايشين المسلمين تبعنا بين الحوايا وبين الشوارع وقاعدين عم ينتهكوا بعضهم لبس ليحصلوا على لقمه العيش تبعهم، فما بالك اذا اجوا على بلاد الغرب وهن باعوا اللي فوقهم وتحتهم وركبوا قوارب الموت لحتى يوصلوا لعندهم وعم بدهم ينتخبوا. طب مين انا بنتخب اذا مسلم مثلا؟ شوف هلا النفاق كيف بده يبلش هنيك. اذا بينتخبوا كلينتون راح يعطيهم نسبه من الحقوق تبعهم انه عيشوا حياتكم، بس القواعد الاسلاميه تبعيتهم ما بيسمح لهم انه ينتخبوا كلينتون اذا كانوا مسلمين حقانيين، يعني لانه محمد قايل لا يفلح قوم قادتهم امراه. واذا انتخبوا ترامب كمان راح يصير عليهم مصير نظرة المسلم للكافر، راح ينقلب عليهم الموضوع. يعني هو مش المسلم بحياته كلها نفاق، يعني هلا هو بالزبط. اللي طالع على الغرب يعتبر انه مال الغرب حلال له، نسوانهم حلال، كله حلال، بس يعني لما بيروح بينتخب هو نفاق اصلا. يعني في انفصام بالشخصية المسلم مهما كان حتى ببلاده. لما عم بيروح بينتخب بيعرف انه الانتخاب والديمقراطيه وهالاشياء هي كلها ضد دينه، ففي نفاق ذاتي من وقت مولده. نحن عم نحكي على العصر الحديث طبعا. يعني اليوم اجى واحد صديق لعندي قال لي نحن شوف المانيا انه نسبه الزنا عندهم ونسبه عدم الزواج عندهم
طلبوا لاجئين لحتى يزيد النسبه تبعهم عندهم، ونحن بهالنسبه الازدياد هذا رح ننشر الاسلام، لحتى تعرف انه في بالقران في يوم رح يجي انه الاسلام رح ينتشر بالغرب. قلت له يا غبي، الاسلام مع احترامي للمتابعين ولك، الاسلام ما بينتشر، ما في دين بينتشر مزلول. لما بدك تنشر دينك تنشره بالقوه، ان كانت القوه لازم تنشر القوه المعرفيه، القوه الاخلاقيه، مو بتنشره لا بالسيف ولا بتنشره بالزل بدخولك المزلول لعندهم، لانه انت هون لاجئ عندهم، جاي ملتجئ، مانك جاي لحتى تهديهم على دينك. عرفت كيف؟ انت هن عم يهدوك على دينهم، يعني هن طبعا مو معترفين، حتى الغرب ما بيمشوا بضمن سياق الدين او الكنيسه او المسيحيه، هن عم يمشوا ضمن قانون العصر الحديث اللي هو الدوله المدنيه او يعني القانون العلماني، النظام العلماني. النظام العلماني. المسلم وقع بحيرة مو طبيعية، كيف بده يعيش بهالمرحلة بهالفترة هاي يكمل حياته؟ خلص انت عليك السلام يا مسلم اللي بأوروبا، انت صار هون حياتك من هون ورايح، غصبا عنك بدك ترضى بالأخلاق العام، بدك ترضى بوجود الإنسان المغاير لألك. أنا كردي مثلا بدك ترضى بوجودي غصبا عنك، وإذا كنت أنت مسلم أنا رح أرضى بوجودك غصبا عني. ليش؟ لأنه أنت إنسان وأنا إنسان، أنت بالنسبة لي حقيقة، أنا بالنسبة لك حقيقة، بس اللي بتعبده أنت بالنسبة لي ما بتساوي ولا نسبة ربع من الحقيقة. ليش؟ لأنه اللي بتأمن فيه أنت هو اعتقاد، عقيدتك الدين. العقيدة شو هي؟ الاعتقاد، أنت تعتقد أنك أنت على حق، فأنت هنا اعتقادك بالنسبة لي زائف، منو شيء ملموس أعتمد عليه. بعتمد على أي دين أنا؟ ممكن أعتمد على البوذية، ليش بروح بعتمد على المسيح؟ ليش حتى أعتمد على الإسلام؟ أنا شو شفت الخير من الإسلام؟ شو أعطتني الإسلام أصلاً؟ يعني إله المسلم أنا شو قدم؟ لا تغلط يا أزاد. بكفي عطاك دواء بول البعير، يعني شو أكثر من هيك؟ فضل علي. إيه أنا مشان هيك نازلت له إياها لآل سعود ولآل محمد يتصرف فيها مثل ما بده. للهاشميين طبعا هذا دواء. تفضل. هذا دواء طبعا. مره كمان حكيت مع، كنت عم ناقش واحد مسلم على اساس انه طالب جامعي ومستوى مستواه العشائري مستوى يعني له هيك بيحترموه ناسه، عم يقول لي انا عم بعطيه احاديث وعم بعطيه يعني ايات من القران، بس ضمن شلون؟ ضمن انه مثلا محمد كيف تجوز مع زينب، كيف تجوز مع صفية، مع ما بعرف شو. بيلي لا تجيب أحاديث من بول البعير، هو سني، ها شوف لاحظ، عم لا تجيب أحاديث من بول البعير، هو ما عرفان أصلا مين هو اللي حلل بول البعير. قلت له يا أخي هذا مو من بول البعير، أنا عم سايره إنه هو مفكر إنه الشيعة هن اللي محللين بول البعير، فأنا عم لي لا تجيب لي أحاديث من بول البعير. فأنا قلت له يا أخي شوف، أنت لحد اللي عم تحكيني بس ما انك عارفان انه بول البعير هو من اختصاص محمد، هو اللي حلل هذا الشيء بالضبط. لا لما قال لي وين اثباتاتك؟ قلت له يا اخي بدك اثباتات مني، روح فوت على المصدر اللي بدك يا مشان ما تقول لي انه انا عم فسر وعم حلل من عندي. روح شوف مين اللي حلل بول البعير، انا لا تاخذ على تفسيراتي، بجوز لي والله انا شخص منافق، شخص كذاب عم بفتري عليكم، فخذ من كتابك انت، من تفسيراتك، من تحليلاتك. راح شافه قال ايه، اصلا العلم وصل انه بول البعير لها فائدة. قلت له كان ألف مبروك وصحة عليك، وإن شاء الله بتشفي منها بأسرع وقت إذا كان عندك مرض. يعني شو بتقول هدول اللي مثل ما حكيت أنت، إنه أول شيء بكون نافي الفكرة نهائيا، بس لما بتثبت له إياه بصير بجيب له مبررات. برأيك ليش بجيب له المبررات؟ ليش ببرر يعني إنه مثل ما قال؟ تفضل. لاحظ المسلم لأنه شخص أناني أو شخص بحب ذاته فقط، مثل ما أعطيتك صورة شو اسمه مثال عن الأعمى أو الأخرس أو المجنون، كمان بعطيك مثال عن هالموضوع هذا، أنه ليش المسلم بيلاقي تبريرات أو بيلاقي بحب الاستعباد. في نوع من الناس بحبوا أنه يكونوا عبد، أو بيحبوا أنه يكونوا دائماً ميؤوسين، حزينين، بياخذوا صورة الضعيف، المظلومين. اسمه
هواية اليأس أو هواية الاستعباد أو هواية الظلم. بتلاقي ناس عم يلتجئوا لأغاني سماع الأغاني الحزينة، أو بيلتجئوا للوحدة، للأماكن المعتمة يعني سماع الموسيقات الحزينة. دائما بحسوا حالا إنه الشخص ضعيف، بده مين حدا يجي يخلصه. المسلم بنفس المستوى هذا، لهيك بفكر انه الاسلام هو اللي مخلصه النهائي والبدائي، انه شو ما عمل فلانه انسان ضعيف ما بيحسن يقدم شيء، فهون الاسلام عنده حط له كل الحلول، انه حتى ولو ما قدمت شيء عبادتك للاله بحد ذاته بخليك خلاص انك بالنهايه راح تفوت الجنه. طيب انا بعطيه مثال مثلا للمسلم اللي بيحكينا عن الاخلاق وعن الزنا او عن التجاوزات الاخلاقيه. انا ما شفت اي تجاوز اخلاقي بقد ما انه يكون في شخص يتجوز مرت ابنه يعني مع العلم انه يعني اني يتزوج انا، انه ابي يجي يفكر يتزوج من المرة اللي انا بدي اتجوزها، هذا وين صف الاخلاق؟ ان كان نبي ولا ان كان اله، هنا ما في لا اي حكمه ولا في اي ذكاء بالموضوع. لكن رب العالمين عمل هذا الشيء لحكمه انه ما يصير تبني، التبني اكبر حاله انسانيه، التبني قيم من القيم الانسانيه. اذا لقيت شخص مشرد او يتيم، شخص ما له حدا، وجيت ربيته عندي وكبرته وطعمته وشربته وعملت منه شيء. الدكتور عدنان ابراهيم اللي هلا موجود هو مثلا بنمسا، شخص ولد كان بفلسطين، اجى لهون وعلموه قدموا له وصار طبيب وصار عالم، هلا له مستوى مرموق. ممكن اوقات له نظريات متناقضه مثلا، له تفسيرات كذا، بس هذا كان يتيم وجدت تبنته دولة النمسا الكافرة الزنديقة الملحدة. أنجلينا جولي تبنت كذا كذا طفل. أنتوا مثلا الإسلام شو عملت بالتبني؟ رب العالمين قال، ربهم قال ما في، إذا بيجي حدا بيناقشك بهالموضوع هذا فسد عليه، لا تخليه يناقشك فيها، فهذا كافر ملحد مشرك، ما قليل ضعيف الإيمان. عرفت كيف؟ يعني ما بيخليك تتساءل، ما بيعطيك مجال لأنك ترفض شيء انت ما بتتقبله اخلاقيا. انا اذا انا كانسان انا عم دور على الاخلاق وعلى الحب، على المساواه، على الانسانيه، انا عم دور، ما عم دور على شيء سيء، انا ما عم دور على انفلات اخلاقي، بالعكس انا اكثر شيء عم دور عليه هو الانضباط الاخلاقي. انا هون بدي اسالك يا اخي عزاد، انت وقت كنت مؤمن وشخصك المؤمن وشخصك الملحد، هلا شو الفرق؟ يعني هلا المسلمين بيقولوا لك الملحد عنده خواء نفسي، شو يعني شو التعبير التافه؟ بيقول لك عندك خواء نفسي او ما انك مرتاح نفسيا، الملحد على طول مضطرب وهالاشياء. شوف كيف توصف نفسيه المؤمن نفسيه الملحد؟ تفضل. انا لما كنت مسلم، لما كنت اتضايق، لما كنت حس بالظلم، لما كنت حس بشيء سيء تجاهي، كنت التجئ للقرآن، كنت التجئ للدين، للمسجد، للعلماء، للعلماء الدين، لهالأناس هدول. شو كان يفيدوني؟ مثلا الوالدة يطولي يخلي لي إياها ويديمها فوق راسي، دائما بتجي بتحط إيدها على راسي وبتقرأ لي سورة الكرسي. طيب يا ماما أنا ماني بحاجة سورة الكرسي، أنت إيدك لحاله بيكفي. يعني حنان الإنسان أوقات بحاجة للحنان. شوف الحنان هون لما الوالدة بتجي بتحط إيدها على راسي، أنا بالنسبة لي هون صارت في عندي 50% جزء من الراحة النفسية، حتى ولو كان عندي صداع أو كان عندي اكتئاب من موضوع معين. هون أنا شو بحس إذا كنت مؤمن؟ عم حس إنه في الآية هي اللي أثرت علي. ما هي الآية؟ ما العلاقة، هي حنان الأم هي اللي أثرت علي، لأني أنا بحاجة للحنان وجدت الوالدة وعطتني هالحنان هذا. المسلم بيهيئ نفسيته، بيهيئ الأجوبته اللي ما بيحسن يجاوب عليها، أسئلته اللي ما بيحسن يجاوب عليها، بياخذها من بنص قرآني، إنه حتى مع إنه ما هي ما أنا ملائمة. مثلا سورة الكرسي، أنا شو له علاقة بموضوع إنه أنا وحبيبتي اختلفنا مع بعض، صار عندي صداع يا ماما، الرأس عم يجاني وعم حس بضيق أو كذا وعندي مشاكل نفسيه، تجي بتقرا لي سوره الكرسي او بروح لعند الشيخ. مره من المرات
من كثر ما كنت متدين عم حب للشيوخ، يعني الشيوخ كانوا يبينوا بالنسبه لي ولي اولياء. ف كل ما يجي لعنا الشيخ او مثلا شوف انا الشيخ حدا، حاول اقرب منه، كون يعني اوصله باي طريقه، اعتبره شخص مميز، شخص استثنائي، شخص يعني الشخص المطلوب اللي انا لازم عم دور عليه. ف الشيخ انا عرفت انه مثلا راح يتردد بفتره معينه لمطرح، انه انا لازم مثلا اروح على نفس هذا المطرح لحتى التقي بهذا الشيخ. فلحتى افتح حديث معه اخترعت قصه، قلت له شيخنا انا لقيت صوره الرسول، انا ومتسطح بدي اغفل، لقيت صوره الرسول قدامي على الحيط، صور ما كفي لا صوره ولا في شيء، وانا ارتسمت الصوره لحالها قدامي. سالته يا شيخنا من انت؟ قال انا محمد رسول الله. يا اهلا وسهلا تشرفت فيك. يعني هذا اهم بحكي طبعا، شو اسمه ما حكيتها. قال لي انا رسول الله. قلت له ما حطلنا عشان هويتك. ايه انا بدي، انا ماني شايف لا المنام ولا انا شايف القصه هيك كلها، انا عم بحكي للشيخ بحيث انه افتح معه موضوع وقرب عليه، انه يكون في بيني وبينه تواصل، لانه انا صار هون بحاجه نفسيا، بحاجه لاطمئنان. فوين عم حاول الاقي الاطمئنان؟ ببحثي عن الاله، او ببحثي عن الدين، حقيقه الدين اللي عم يشرحوا لي انه هي مصدر الطمانينه والحب والخير والسلام. رحت لعنده قال لي يا ازاد انت بدك تصير شخص كبير كثير، وبدك تصير انسان تقي وانسان مفيد للمجتمع وما بعرف شو، وصار يفوتنا بدوخه وهي القصه كلها تفبركي بفبركي. لك يا شيخ انا مفكرك انه انسان عالم ونفيس وما بعرف، وبتعرف بعلم النفس وبتعرف بشو ممكن يصير معي وشو كيف بتقيم وضع الانسان، ما اعتقدتك تكمل على كذبي كذب. عرفت كيف؟ فانا لاحظت انه ما عندي شيء اخذه من الايمان، صرت ارتكز انا على نوع التمرد تبعي، صار عندي قناعه انه الحياه بحاجه للتجارب، اي تجربه او اي خطوه مني فهي ممكن تكون غلط او تكون صح، فبالنهايه رح تكون تجربه، والتجربه رح اخذ منها فائده، فهون ما رح يصير عندي حاله ندم، باستثناء الحالات اللا اخلاقيه اللي انا اساسا ما بامن فيها ولا بعملها ولا حتى بحسن افكر فيها. فعندي انا الحالات المعيشيه يعني الشيء اللي بده ممكن انه يصير معي بالحياه، ان كان من نفس من ناحيه النفس، ولا كان من الماده، ولا كان من الاشخاص او الدوله او القانون او اي شيء. صار عندي تمرد ضد كل شيء، ضد الدين وضد العلم. حتى وقت اللي بتقولي انت مثلا انه ممكن تعتمد على اي كتب تعتمد عليهم، بقول لك مثلا انا ما عندي كتاب معين اعتمد عليه، باخذ انا السياقي، باخذ الشيء اللي بيناسبني وبيناسب واقعي من العلم ومن الكتب الثانيه، ان كانت شرقيه ولا كانت غير شرقيه. القران ما بيعطيني شيء بيناسب وضعي نهائيا، لا نفسيا ولا معيشيا ولا حتى اي شيء، لانه انا لما كنت مظلوم او لما كنت انا دخلت السجن مثلا، دخلت السجن ودخلت بامور كثير كبيره وما لقيت اي حدا بيسندني غير عقلي. يعني لما كنت بالسجن كان لازم اعرف كيف شغل لساني ضد قانون بيضطهد وجودي. طب الاله هو اللي حرض هذا الدين اللي يضطهد وجودي انا كشعب كردي؟ مو هو اللي حرض محمد قال له روح اقتل الزنادقه والمجوس؟ بيوصف الكرد بالمجوس والزنادقه. اذا هذا الدين اللي نهب مني حقوقي، فانا كيف لازم اعبد هذا الدين؟ فانا اذا كان هذا الدين بنفسه نفى وجودي، فانا ما راح الاقي شيء دواء يعطيني اخذه من هذا الدين لاشفي ذاتي فيه. فهنا انا لازم اعتمد على نفسي او على شيء افضل من الشيء اللي موجود عنا، وهنا بتخلق الاستثنائيه، او بتخلق سائدك، او بتخلق التغيير اللي انت محتاجه. نحن بكل الاحوال معرضين للحياه، ان كانت سلبيه او ايجابيه. صحيح. بس كيف ممكن نتخلص من الايجابيات والسلبيات هذول؟ من باب الدين؟ الدين ما عاد له اي تاثير، ما عاد له اي سلطه بوجودنا. انا اذا بدي اعتمد اخلي اي مسلم يعطيني شيء انه ممكن الدين يفيدني عليها، بتحدى اي ديانه انه يعطوني من دينه شيء ممكن يفيدني كانسان، بدي اعيش بحقوق الطبيعيه، او اني بدي اعبد الههم
إن كان البوذي ولا إن كان الإله الإسلامي ولا إن كان المسيحي ولا إن كان اليهودي أو البقر أو أي دين كان. أنا بدي مثلا أعبد آمن، بدي أعبد إله، أي إله بعبد؟ الإله اللي نزل حارب مع قومه كم شخص وما قدر عليه لحد هلا عم ينشر الفساد، الإله اللي خلق 3 مرات، ارتكب 3 مرات نفس الأخطاء، مرة قبل آدم ومرة بعد آدم ومرة بعد نوح. شو يعني كيف ممكن أنا أعبد هيك آلهة؟ بضمن فترة صرت أفكر كيف، طب شو لو كان بوزة هو الإله الحقيقي؟ أنا ليش ممكن ما أخذ هالنظرية؟ أخي أزاد، بنرجع لموضوع بوزة والإله الحقيقي. بصراحة عندي سؤال هون بالنسبة للآلهة، بس قبل هيك أصدقائي، أنا فتحت سكايب ومعنا اتصال من الأخ جانو. أخي جانو تفضل. تحياتي حبيبي. أهلا وسهلا جانو حبيبنا. ضيفك الكريم كاكا أزاد، شو براكو باشي؟ سرجعبي من سرجعبي من برو. خير بي. أرجع أحكي بالعربية مشان مشان الأصدقاء، تفضل. مشان الأصدقاء يفهمون. سؤال للأخ أزاد، ما هو السبب الرئيسي اللي دفع أزاد إنه يغير ميوله ويغير من أفكاره للإلحاد؟ وتحياتي لكم. بس هذا هو السؤال. كان بدي اسال. صار له زلمه مش ساعتين عم يشرح، يعني بدك اياه يبروك يشرح ساعتين اخرين يعني. كمان هي في، يعني في حياه كل انسان لها الميول تختلف، اكيد المستوى العلمي، المجتمع، العمق في الدين، والنظرة للدين يعني للأديان الأخرى، والثقافة العامة، هي كثيرة أمور تكون في لها سبب مباشر يعني تغير أفكارك نحو الإلحاد. زائدا أنه الأسئلة الفلسفية الواقعية، يعني المسلمين أو الدينيين بين قوسين بيخافوا أصلا بيفكروا فيها، مش يناقشوا، بيفكروا، حتى التفكير انه ما بيقدروا يفكروا فيها. تمام جانو، شكرا كثير حبيبي. وفي اتصال عم معنا، اتصال من الاخ سال، خلينا نتصل فيه. الاخ سال، اخي سال، حبيبنا سال تفضل. حبيبي شكرا، مرحبا جان، تحياتي لك على الجهد الرائع اللي تقومه، وتحية لأخي جانو اللي تسقل شوي، لكن تحية للضيف طبعا. بس عندي مؤاخذة مع الضيف الكريم. تفضل تفضل. سمعني ولا كالعادة؟ لا أسمعك. هو سامعك، بس لو تعلي صوتك أكثر يكون أفضل. السمع الطاعة. تذكر الأخ قبل شوي، طبعاً القناة قناة تنويرية، ونحث على العدالة الاجتماعية والثقافية وكل هالعدالة، يعني 100% إنسانية. الأخ ذكر قبل شوي، ما فهمتش رأيه بالضبط على المثلية. هو أنا بس أشرح لك إياها. عفواً الدعم 100% للمثلية الغيرية الجندرية الترانسجندرية everything الإنسانية، بس ما فهمتش موقفه صراحة، لأنه أعتقد ذكر مرض أو صحة. يعني هو سأل حبيبي، سأل، هو يقصد المرض أنه المتدينين هم يسموه بالمرض. أوكي، بس حبيت أتأكد صراحة، ما فهمت القصد 100%. وطبعا احنا طبعا هذه القناة، ونحن عموما لا نؤمن بخالق، واذا كان خالق العيب في الخالق. بالضبط بالضبط، هذا شيء اكيد. الاخ وضح وجهة نظره، وكان يعني قصده انه لما يحكي انه مرض، انه الخالق هو، انه المسلمين طبعا بيعتبروه مرض والخالق خلق هالمرض، يعني فنفس الفكرة اللي عندك، ولكن يمكن احتمال بس سوء تفاهم اللي صار. لا مش مشكلة، مش انا بس حبيت اتاكد، يعني حبي واحترامي الشديد له. شوني كاكا باشي،
سرچابان سرچابان ترى بس انا اعرفهم بالكردي، بس ما ذلك يعني حتى للكل انه هذه الطبيعه بكل الوانها واحجامها واختلافاتها بكل تاكيد، والانسانيه هي بالاختلاف بكل تاكيد. هاي نقطتي، واتمنى لكم التوفيق وعمل رائع جان. تسلم تسلم يا طيب. وطبعا انا احييك على عملك الرائع اخي سال، وانت نشيط وهذا يعني تشكر عليه بصراحة. يعني نحن نادينا وانت لبيت النداء. يعني حبيب قلبي، حبيب قلبي، بجهودك وبجهود الآخرين شكرا لك وللأخوان جميعا. حبيبنا سال. طيب في عندي اتصال من الأخت رانيا كمان. زاد بس لو تعمل للصوت ميوت بشان لأنه عم بطلع الصدى، وعم انت على كل حال تسمع لما تحكي افتح الميوت تبع الصوت الميكروفون فوق. طيب بس دقيقة، في صار عندنا اتصالات كتير على كل بس اخذ اتصال اخت رنا. اختي رنا على وقت شوف تفضلي رنا، تفضلي. اهلا وسهلا رنا، تفضلي. رانيا اسف، رانيا اهلا وسهلا حبيبتنا رانيا، تفضلي. نعم، نحب نقول لك ولضيفك العزيز يعني انا سعيده جدا بالحلقه، ونحب نقول لضيفك العزيز يعني شكرا جدا على اجهادك، واحنا فخورين بك. مرحبا بك في عالم الانسانيه كما يقولوا. ونعم انا عم تابعكم على المباشر، و يعني هالحلقة يعني نالت إعجابي جدا، لأنه ضيفك العزيز يبان عليه أنه شخص مثقف ويعني شخص رائع وعنده معلومات وشخص يعني إنساني جدا. نحب نوجه له تحية كبيرة، ونتمنى أن يعني نتعرف عليه في حلقات أخرى، هيك نتمنى أنه يرجع يعمل حلقات أخرى في هيك. أكيد المهم. أكيد أختي، أنا راح أعرض عليه حلقات أخرى، هو أظن مستعد، وأنا يعني شايفه إنسان طليق في الكلام وإنسان رائع ومحترم ومثقف، فما راح أضيع فرصة أنه يروح، راح يخليه ضيف دائم عنا. يعني زاد يا ريت تعقيبك، افتح لي ميوت. اسمعك، تفضل. تحياتي للصديقه رانيا وللاخوه المتصلين والمتابعين كلهم. ممكن تعيد لي السؤال بس اللي سالته الصديقه رانيا؟ رانيا ترحب فيك ومعجبة بشخصك الكريم، ورانيا شايفتك إنسان مثقف وواعي، وهي تحب إنه تكون أنت ضيف مستمر في الحلقات، وممكن نسوي حلقات سوا أنا وأنت وهي وأشخاص آخرين. طبعاً لي الشرف أنا بهذا الموضوع، وبنبسط كتير فيها، لأنه موضوع الإلحاد الناس بيفهموها إنه الإلحاد هو عبء او نوع من الازدراء من الفكر اللي بيزدرون هن، لانهم بيخافوا الحريه او بيخافوا من الانسان الطليق او الانسان الحر بشكل عام. نحن كملحدين نحن لازم نوقف ضد العادات، ان كان من الاهل. شوف الاحترام واجب علينا. عم تسمعني ما هيك اخ جان؟ نسمعك، تفضل. احترام الاهل او احترام الانسان هذا طبعا موضوع لاغو، يعني ما فينا نتجاوز الوالده الى قيمتها المرموقه، حتى نحن بنعتبر الوالده بصفه الالهه بالنسبه لنا، لانه هي المقدمه كل شيء لنا. والاب هو كمان بنفس الصفه، يعني نحن ما بنختلف عن المسلم شيء الا بطلب الحقيقه، الا بطلب المفيد، شيء يفيد البشر، شيء يفيد الإنسانية، بعكس ما قدموهن هن. لأن أنا أهلي مثلاً أو العائلات اللي المسلمين، شو ممكن نعرف أنه قدموا لأولادهم؟ كون شخص مستقيم، كون شخص لطيف. طبعاً مفهوماً للوجود للإنسان
مفهوم دوني، يعني تهميش لكل علم ولكل الحقيقة، فقط ما أؤمن عليه أنا فهو الحقيقة، وهو الإيمان بكل الأحوال هو اعتقاد، والاعتقاد بعمره ما كانت حقيقة. فلهيك نحن لازم يكون هدفنا نشر الحقيقة، إن كان من تجاه الأهل، ولا إن كان تجاه الأصدقاء، ولا إن كان تجاه المجتمع. طيب في عندك أي تعقيب أختي رانيا؟ نعم، للأسف شديد ما أسمعك شو قال، ولكن يعني نحب نوجه فقط تحية وشكر جميل على المداخلة، ونتمنى يعني أنك عزيزة أخي كان لك تواصل هيك يعني. أكيد أكيد أشكرك أختي، وطبعاً لنا حلقات قادمة مع رانيا الأسبوع القادم أكيد يعني، بس بدها شوية تنظيم. شكرا كثير رانيا، شكرا حبيبتي. على كل في معنا شيء الاخت شيء كمان، بس دقيقه لاتصل فيها. او سامي دقيقه واحده اكون معك سامي، انا اسف كثير سامي، انا دقيقه واحده راح اكون معك، راح اتصل فيك مباشره سامي. شيء يا ريت تفضلي شيء. مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا شيء. اهلا وسهلا بالجميع، تحياتي لك جان، تحياتي لضيفك، وتحياتي ايضا للمتصله السابقه رانيا من الجزائر، تحياتي كبيره لها ولكل الجزائريين. سؤال لضيفك يتعلق برايه، يعني وجهه نظره حاليا كملحد وشخص يعني بفكر حر، فيما قالته الاديان عن المراه. احنا بنعرف انه الاديان بشكل او باخر، خصوصا الدين الاسلامي، ركز كثير على موضوع الشهوه الجنسيه واغراء المتدينين والمسلمين بالحريات والجنه والقيس، ودعاهم حتى الى الزواج 4 مرات في هون على هذه الحياه، اعطاهم الحق في ضرب نسائهم، اجبار نسائهم على الجنس، كذلك موضوع الجواري والسبايا. فيعني اذا هو بيقدر يعطي وجهه نظره في هذه النقطه، بيكون كل شيء شكرا لك. اكيد اكيد، سمعت السؤال في ازاد. ايه سمعتها. تفضل. بالنسبه لسؤال المراه، نحن عندنا قاعدتين لازم هذول اللي موجودين مبدئيا. بتحب لا 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 تمام شيء، هو سمع السؤال و وجهة نظرك عن المرأة أخي، شو وجهة نظرك عن المرأة؟ تفضل. نعم، الإسلام عنده تناقض كتير كبير بتصنيف الأمور. شوف، من ناحية بيقول لك المرأة الجنة تحت أقدام الأمهات، ومن ناحية تانية بيقول لك المرأة ناقصة عقل واضربوهن، والرجال قوامون على النساء. فهون عندنا في حالتين، ناقصات عقل ولا الجنة تحت أقدام الأمهات. إن كانت الجنة تحت أقدام الأمهات فهذا فيه له تفسير ثاني ولفظ كتير بسيط ويعني ما له علاقة بالمنطق. وإن كانت المرأة ناقصة عقل و يعني الرجال قوامون على النساء، فأنا عندي ميركل بتبين لي إنه هي ما ناقصة عقل، أو إنه أمي هي ما ناقصة عقل، أو أختي ما ناقصة عقل. بالعكس تماما، المرأة هي بنظرنا نحن انه المرأة هي حياة. انا وقت اللي بدي احكي، انا بدي مثلا بحب احكي من منطلق ككردي. نحن بالنسبة لنا لم نقيد بالمنظور الغربي بنظرتهم للمرأة بتعامل المرأة كسلعة، ولم نقيد بمنظور الشرقي الإسلامي كالمرأة هي آلة إنتاجية فقط. الإسلام بيوضح المرأة هي آلة إنتاجية ولا يمكن انها تطلع برات البيت اصلا، بينما الغرب بيعطوها كامل الحرية، انه بياخذين الحرية بممكن انه منهم ياخذوها بمنطلق مضاد للحرية، وما في هون حرية مطلقة، ومنهم بيغامروا بالحرية، بيعطوها صفة سيئة ضمن عقلية المسلم المؤمن، بحيث انه يخليه يرفض الحرية لانه غروره ما بيسمح له. نحن ككرد عنا قاعدة بنمشي عليها، المرأة هي الحياة. كيف تكون الحياة؟ ما عنا زواج مثنى وثلاث ورباع، ما عنا الزنا بطريقة غير أخلاقية أو بتعددية. نحن عنا
قواعد اجتماعية أو قواعد مو اجتماعية، حتى قواعد فلسفية يلي وضعت ضمن البيئة تبعنا نحن تأقلمنا معها ضمن ظروف وقواعد نحن مشينا عليها، يلي هي أن المرأة دائما لها الدور الأساسي بالمجتمع وهي اللي بتخلق بتبني المجتمع، والرجل والمرأة هن متساويين بكل شيء. لاحظ العادات والتقاليد تبعنا كلها مختلطة، والكردي اللي بيقول لك نحن مسلمين فهذا كردي مع الأسف ما بعترف فيه ولا بعترف بوجوده، بحيث انه نحن اختلاطنا مع المرأة اختلاط كثير كبير، ونظرتنا للمرأة بنظرة عظيمة كثير كبيرة يعني جدا جدا فوق ما تتصوري، بينما بالإسلام عكس هذا الشيء، الاختلاط ممنوع، المرأة من الدون بتعيش ب اكيد. انا بتمنى يكون الجواب وصل لشيء، ما بعرف اذا عم تسمعينا، اذا سمعتي الاخ زاد وجد جان. انا ما سمعته بس برجع بعيد طبعا وين بلش الاجابه، بس قبل ما اترككم تكملوا الحلقه بس مجرد تعليق، شكرا كثير لك جاوب على السؤال. النقطه الثانيه بدي احكي عنها اذا سمحت لي، يعني تفضلي تفضلي. لانه في الشات عم يحكوا انه المسيحيه هي اختيار، في ناس عم بيقولوا هذا موضوع تجاوزناه، هذا موضوع ليس مهم. انا الشيء اللي بدي اقوله انه صحيح المسيحيه تبدو بشكل او باخر انه هي ليست لها علاقة بالإلحاد أو بالأديان أو بالقيم اللي إحنا قاعدين عم نحكي عنها كملحدين، ولكن الأديان كلها دعت إلى التمييز، دعت إلى إبادة المثليين، دعت إلى كراهيتهم. نحن نتكلم عن قيم إنسانية أو قيم غير أخلاقية دعت إليها الأديان. إذا أنت كنت عم بتميز الناس على أساس هويتهم الجنسية فأنت كذلك بتميزهم على أساس جنسهم إذا رجل أو مرة، بتميزهم على أساس لونهم أبيض أو أسود، على أساس الأصل إذا كنت عربي أو مش عربي. كل هذه الأشياء موجودة في الأديان بشكل خاص في القرآن وفي الإسلام الذي دعا إلى التمييز بين الناس وإلى كراهيتهم، وفيه دعوات مفتوحة للقتل وإبادة الآخر بناء على أشياء يعني غريبة جدا. كيف يمكن لإله أن يكون بهذه التفاهة والسطحية واستخافة أيضا؟ فالمثلية بمقاييس منظمة الصحة العالمية ليست مرض، خلصنا من هذا الموضوع، ولكن إحنا عم نحكي عن هذه الأقلية كأقلية مضطهدة، لأنه اللي بيكره المثليين بيكره أقلية تانية، بيكره اللي لونه مش مثل لونه، اللي ما بيلبسوا مثله، اللي ما بيأمنوا بالأشياء اللي هو بيأمن فيها. يعني ناخذ الموضوع بشكله العام مش بشكله الخاص المسقط. صحيح صحيح. شيء شكرا لك حبيبتي، بس بدنا نعرف الغرفه هي الحلوه اللي عملتيها انت بنيويورك حاليا، شو بهالسرعه هي عملت اللي بدك اياه يعني؟ لا لا لا، انا رجعت امبارح من نيويورك، انا هيدي هلا بشقتي في كاليفورنيا. لا انا ما سياره صغيره بس. تمام، معناتها ننسق لحلقه معك يعني، وعطينا يسعدني طبعا جان. انا يا ريت تكون الحلقه مع الملحده الجزائريه رانيا، يعني اذا بنظبط احنا الاثنين معك نعمل حلقة، لأنه أنا جزائرية والجزائرية ممكن نحكي عن الإلحاد بدول المغرب العربي، الإلحاد عند الجزائريين كيف يتعاملون معه ما بعرف، يعني هو مجرد طرح عام لديك. لا ولا يهمك، على فكرة هي كمان حكيت مع اليوم وكانت حابة تعمل حلقة جماعية، ولكن هاي أكيد رح نعملها حلقة جماعية وانت طبعا ضيفة فيها رح تكوني، بس بدنا حلقة تكون خاصة معك انت يعني، انت وبس الحلقة، انت وبس يعني غيرك لا لا. حاضر على راسي يعني. صار فينا مثل هاي الغنية اللي بتقول وعدتينا وما جيتينا. لا هيني جيك ولو انا موجودة معك البث المباشر لك، وبدي اضيف انه انت قاعد عم تعمل مجهود كثير كبير، شجاعة كبيرة من كل الناس يكونوا ضيوف لك ملحدين موجودين بدول عربية بدول غربية، يعني شيء كثير كبير انه حدا يطلع بوجهه باسمه بيحكي عن الشيء اللي بفكر فيه، كيف من العبودية الدينية الى التحرر
والإنسانية شيء كتير كبير. وأنا برجع أقول إنه سهل على رجال قدمت له امتيازات جنسية، امتيازات في كل شيء في دين مثل الإسلام، إنه يتخلى عنا كله ويتجه إلى الإنسانية والفطرة الحرة الاحترام. هذا شيء أنا بقدره وبحترمه وبعتقد إنه الملحدين رجال العرب من خلفية إسلامية يستحقون كل تقدير والاحترام. وشكرا إسلامي. تسلمي شيء، تسلمي، كلك ذوق، وشكرا لك اختي. وعلى كل موعدنا قريب، وانا راح اراسلك بعد الحلقه مباشره حتى ننسق لحلقه قادمه. شكرا. شكرا شيء. شكرا. طيب، في عنا زاد يظهر معجبينك كتار بصراحه، يعني انت حطمت الرقم القياسي. طب بدي اتصل في الاخ سامي. الاخ سامي يا ريت ترد علينا، لانه اتصل فينا. و اخي سامي، اهلا، مرحبا حبيبنا سامي. تفضل حبيبنا سامي. مرحبا بكم، مرحبا بك اخي وعزيزي جان، وكذلك اسد، يعني صديقنا عزاد. انا بس ازاد علاوة، بس الميوت، تعمل ميوت مشان الصوت، لانه عم يصير كثير فرط بالصوت. اوكي عندك. اوكي، بس ازاد، بس ازاد، انت سامي خليك تفضل. اوكي، شكرا يا اخي ازاد، وعلى شجاعتك الظهور. وانا اشجع كل الملحدين في اي بلد مسلم ان يجهر بهالحاله. نحن ملايين في مصر، وملايين في تونس، وملايين في المغرب، وملايين في السعوديه، والسعوديه بارتكلي شويه، يعني اجهروا لكي، لانهم ما يحبوا يعطوا ستاتستيك. احنا ملايين، قريبا اكثر من المسلمين في كل بلد، اجهروا. فهمت، هذا اشجعك. حاجه ثانيه، حابين نتكلم عن الاخ الكردي، على حاجه كرديه اللي ما نعرف. انا اساله سؤال، هل تعرف يا اخي الكردي بان الاسلام من أكلمك من الكتب والمراجع الإسلامية، ما أكلمك من رأسي، بأن الإسلام في الكتب الإسلامية ومنها الشيعية كذلك، الجعفري يمشي أقرأها إذا كما تعرف. أسألك، هل تعرف بأن شبهك الكرد، شبهكم بالجن، أنت كردي أنت جن؟ هذا أول سؤالي. وأنا في المجموعة يعني عملت قنبلة، يعني قنبلة حرب أهليا بالأكراد والمسلمين، لأن الأكراد ما كانوا يعرفوا. أنا جبت لهم من البيج والمراجع. ما هذه المصطلحات يا سامي؟ حرب أهلية وقنبلة، بدك تفجر فينا يعني صد داعشي. أنا قلت لك دائمي، أنا ملحد راديكالي متشدد داعشي. حبيبنا مصر. حبيبنا سامي، بصراحة أنا أعشقك، يعني أعشق أسلوبك في الكلام. تفضل. وأنا حبيبي من مصر متشدد إلى تعرفوا يعني في الجروب والتعاركة ما بين، لأن الأكراد ما كانوا يعرفوا المكتوب هيك في الإسلام. صحيح. جبت لهم من البيج، كأني جبت لهم يعني من القرآن ومن الحديث، يعني حاجة اللي مشوا ثبتوا ورجعوا الأكراد. فأصبحت عركة في المجموعة ما بين أكراد ومسلمين، خاصة الشيعة، لأن الجعفري قالها بتاعها، ذاك إمام كما تقول صحيح البخاري في السنة، يعني عند الشيعة عندهم كتاب كأنك صح البخاري، يعني نعمل تشابه. ففجرت لهم قنبلة فأصبحوا يتعاركوا بعضا، فهمت، وكذلك صديق كذلك لي، فهمت عملها. فأصبحوا يتعاركوا، ما يعرفوا الأكراد بأن في الإسلام، في المراجع، في كتب الإسلام، عملوا كوبل وعملوا أكراد جن، كردي جن، حتشوفوا كتب في الكتب المقدسة، يعني بأنكم جن يا كردي. كيف انا اساله يعني سؤال، هل يعرف هذا ولا؟ هو سامي هو بيعرف هالشيء، هو ذكره اصلا بالحلقه، ذكره ضمن الحلقه. انه ما شفت الحلقه كلها، اسمحني اعذر على لا ولا يهمك، هو ذكر بالحلقه انه الاسلام يوصفنا بالجن ويوصفنا بالاشياء كلها. كذلك في حاجه اخرى، مش اتكلم الاخ زاد على زين المحارم. يا اخي زياد، هل تعرف بان زين المحارم في السعودية أكثر شيء؟ وأنا شفت فيديو، عندي فيديو، بأن بروفيسور في السعودية في الرياض، والجريدة كتبتها، بروفيسور في السعودية قالتها، وكذلك طبيبة معروفة في الرياض قالتها، أكثر شيء مغتصبين هم الأطفال من الفاميليا. أعطت برسنتاج، ما عادش كنتش مغتصبين. صحيح. برسنتاج كبيرة يعني بمغتصبين، لأن
ما يشوفوا يعني النساء ومختلاط ومنها الدين كذلك. زين المحارم معروف، يعني مش كان زين المحارم بركة، يعني مش نقول لكم نعم من يقول نحن الموحدين بأن نحب البنات ونعرف إيه وفاسدين، كان اللواط حبيبي اللواط أقرب. صحيح أنا بشكرك سامي، شكرا كتير حبيبي، بصراحة عندي اتصالات كتيرة يعني حبيبي. شو لا أتفهمك حبيبي، شكرا 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 كثير حبيبي، شكرا شكرا لك. طبعا أصدقائي أنا بس أحب أقول كلمة آزاد أو اسم آزاد تعني الحرية، يعني آزاد هي الشخص الحر. طيب في معنى اتصال من الأخ هوزان. أخي هوزان تفضل. مرحبا أخ جان، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنا صديق من آزاد هو بيعرفني. أهلا وسهلا، تفضل هوزان تفضل. يعطيكم العافية، حبيت أشكركم على برنامج الحلو وسألوا السؤال الصغير. مين بده يعطينا العافية؟ أول شيء فسر لي مين بده يعطينا العافية؟ بالعقل. تفضل حبيبي تفضل تفضل. حبيت أسأل سؤال صغير للأخ آزاد، إنه هو بفضل القومية ولا الإنسانية؟ أوكي، القومية أو الإنسانية. طيب هذا سؤالك. على كل اهلا وسهلا فيك هوزان، تفضل. كونه كردي مثلي ومحروم من القوميه، حبيت اساله. اكيد اكيد طبعا بشكرك هوزان، وانا بتمنى تتصل فينا على طول وتشاركنا وشاركنا ارائك، ويا ريت شي نهار كمان مستقبلك في البرنامج هذا، يعني خلونا الشباب الكرد هذول يطلعوا يقولوا يا 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 بقم اصحوا اصحوا، نحن الملحدين بدنا نصحيكم يعني. فبتمنى استقبلك كمان مثل آزاد بهالحلقه هاي. شكرا كثير، شكرا كثير هوزان، تفضل. بس اوضح لك شغله صغيره، انا لا لي ملحد او بتبع اي منظمه او مؤسسه او دين او شيء، انا لا ديني انساني فقط. المهم يعني المهم انت ترفض الاديان مثلنا يعني. لا ديني، انا ما اقدر ما مالي ملحد، انا لا ديني بس. اوكي شكرا كثير، شكرا كثير، احترمكم واحترم الملحدين ويعطيكم العافيه. شكرا 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 اخي وزن، شكرا. طيب ازاد ازاد حبيبي، شو تتفضل، القوميه ام الانسانيه؟ تفضل. طبعا احنا الشيء المميز عند الملحد انه دائما بيطلب المساواة، بيطلب وجود احترام وجود الانسان او الكائنات ككل، ما عنده شيء اسمه تمييز عنصري او تمييز طائفي او احتقار صنف معين من البشر. نحن يعني بصدد صنع ثورة فكرية نتقبل فيها كل الموجودين، كل البشر، لا دولة لا حدود، لا قومية لا طائفة لا عنصرية لا تغيير لون، كلياتنا بمساواة، كلياتنا إنسان، كلنا إنسان، ووطننا هو الأرض، وإلهنا هو الحب والخير. هذا المبدأ الإلحادي بالنسبة لنا. أنا مع العلم طبعا بستميت على قوميتي، أنا كتير كتير بحب قوميتي ككردي، وبالنسبة لي الكرد يعني من شوي انا ذكرت، من انت عم تسمعني معيك اخ جان؟ الو بسمعك، عم بسمعك تفضل، انا مسوي ميوت عشان الصوت، تفضل. بس انا كثير بحب، في معي انت سويت لي خربطه ازاد، في معي اتصال. طب خلينا ناخذ اتصال، نرجع نحدد على السؤال هذا، وانا راح اخذ هذا اخر اتصال. تفضل اخوي. مرحبا جان حبيبي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، علي صوتك يا ريت. سامعني جان؟ سامعك تفضل. معك روي من البرازيل. روي اهلا وسهلا، حتى من البرازيل طلعوا من الملحدين، اهلا وسهلا. اول شيء بحابب لك انه انت عندك كثير قاعده كبيره بالبرازيل، ونحن هون كلياتنا بنحبك وبنشكرك على هالمجهود الرائع اللي عم تقوم فيه جان. تسلم يا طيب، تسلم. لانه انت اللي عم تقوم فيه جان هو عباره عن خطوه كبيره عم تحرر فيها شعبك ناسك ووطنك. نحن نشكرك على هالموضوع هذا، نحن كثير فخورين فيك،
وبشكر ضيفك أزاد كمان، وأنا هي أول مشاركة لي معك. شكرا كثير لكم، أنا بس حبيت إني أشكركم، وأنا متابع لبرنامجك وبتمنى لكم كل توفيق يا رب، وكل وإن شاء الله يعني بشوفكم هيك. أكيد أكيد أخي روي، شكرا كثير لك وشكرا لاتصالك، وبتمنى منك على طول تتصل فينا. وأنا بشكر لأخوتنا بالبرازيل، يعني أنا بصراحة سعيد إنه في ناس بالبرازيل عم تسمعنا، وأكيد كل يعني حتى بالصومال في ناس تسمعنا، وبتمنى من الأصدقاء يعني يكتروا، ومثل ما بقولوا نسمع أهالينا جوا البلد مشان يصحوا ويوعوا إنه نحن عايشين في انحطاط. أنا بشكرك أخوي روي على كل حال على الاتصال، وبتمنى تتكرر الاتصالات. طيب أخي زاد، أنا هي آخر مكالمة أخذتها، وفي سؤال بين القومية والدين كنا عم نحكي فيه، أنا راح أسألك بعض أسئلة أخرى ونقفل الحلقة لأنه طولنا كثير، وأسف كثير على إطالة الحلقة. تفضل أخي زاد. نحن طبعا السؤال كثير مهم هذا، إنه شو بفضل أنا، قوميتي ولا إنسانيتي؟ مثل ما اني افضل بين ديني وقوميتي، بين اني افضل طائفتي على باقي الطوائف او باقي الافكار الموجوده. نحن الملحدين ما بنآمن بشيء اسمه الافكار القديمه السابقه، عندنا شيء موجود اوكي، انا كردي، الكردي موجود، العربي موجود، نحن بصدد رفع هالاختلافات هي، نحن بصدد ثورة انه نخلق يعني فكرة جديدة يلي هي المساواة بين جميع الشعوب. تمام، انا بستميت على قوميتي وبحب قوميتي، وبالنسبة لي قوميتي فوق كل الاعتبارات، ولكن لازم اتقبل باقي القوميات كمان، يعني ان كان عربي ولا ان كان فارسي ولا ان كان عثماني ولا ان كان غربي ولا ان كان يهودي او صومالي، هذا بالنسبة لي كلياتهم موجودين. فهنا صار لازم انه نشيل موضوع القوميات ونعيش بين تعايش الشعوب، يعني آمن انا واحترم باقي الشعوب كلياتهم ضمن حقوق الأقلية او ان كانت كدولة كأكثرية او اي شيء. يعني نحن هون بضمن انه ما عاد في شيء اسمه قومية أو عقيدة أو مذهب أو طائفة أو ملة أو قبيلة أو عشيرة، صار في عنا هون الاندماج بين الشعوب. هذا الفكرة لازم نحن نحسن نطوره، لازم نحن نحسن نعمل عليه. بالضبط بالضبط أخي، يعني هو أنا مع حق الشعوب بتقرير مصيره، مثلا الشعب الكردي له حق يكون عنده دولة، أي شعب يختار أنه يكون عنده دولة يكون له دولة، يعني خلي مثلا قطر دولة كلها هلا قد الفستيكة مثل ما بقولوا، وعنده دولة وعامل البلاوي للأسف الشديد، دولة مثل الكويت اللي كلهم يعني آسف كتير، يعني أنا ما قصدي الكويتيين، ولكن الثقافة الكويتية ثقافة بول بعير يعني، وهن كلهم كم واحد يعني، فما بالك بشعب كامل بملايين الناس، مهما كانت الأرقام صح ما هي محددة الأرقام، ولكن ملايين تتجاوز 30-40 مليون، يعني هي أرقام الغير مؤكدة، فما بالك إذا صار إحصائيات. يعني حق الأكراد يكون عندهم دولة، يكون يفتخروا بقوميتهم، هذا شيء غير، ما هو معيب، يعني ما هو معيب أنه أنا إنسان أفتخر أنه أنا كردي، أو أفتخر أنه أنا سوري، أو أفتخر أنه أنا عربي، أو أفتخر أنه أنا تركي، هذا شيء مو معيب. ولكن المعيب أنه نقول والله مثلا أنا جزوري هي دمي أفضل دم، يعني مثلا القومية الكردية هي لازم تطغى على الكل، ولا القومية العربية ولا غير قومية، يعني هذا المعيب بالموضوع. وبعدين العولمة جاية، يعني الثقافة الإنسانية جاية، يعني مسألة القوميات هي كلها بدها تنتهي إن شئنا وأبينا. طيب في سؤال أخير ما بعرف أسألك إياه ولا نختم الحلقة بكلمة أخيرة؟ تفضل سأل أخي جان. طيب ما بعرف شو أنت كيف شايف حالك؟ ربع ساعة أخرى؟ ما أنا بالنسبة لي كيف ما بتحب أنا جاهز، ما عندي مشكلة. طيب بدي أسألك هلا
انت اعتبر حالك متت، وفجأة صحيت لقيت واحد دقنه طويلة هيك، ختيار مشيب دقنه طويلة، وقال لك ولاك انت لما شفت اسمي ليش ما حطيت لايك؟ يعني بمعنى انه اذا متت وشفت اله، شو بده يكون موقفك؟ شو بتقدر تقول لهالاله هذا؟ شو يعني محضر حالك؟ تفضل. انا اعطيتك فتنا موضوع انه يا ترى كيف لو كان البوذي الاله البوذي هو الاله الحقيقي، فمعناته هنا شو صار موقفي؟ شو صار موقفي كمسلم، كمتدين، كمؤمن، كإنسان معتمد على نصوص القرآن؟ إجا بوزا سألني، يا أزاد أنت ليش ما آمنت فيني؟ بقول له يا ربي أنا بآمن بإله المسلمين. اللي أنت شفته له إله المسلمين؟ بقول له لا. طب كيف تآمنت فيه؟ آمنت فيه عن طريق محمد والقرآن. طب القرآن أنا هو التمييز بين الإنسان أو القتل أو التحريض على التفرقة أو احتقار البشرية؟ بقول له لا. بيقول لي أنت دينك قتل ونفي لباقي الطوائف أو الإنسان؟ أكيد كان فيه. رح أقول له إيه. طيب أنت شفت لمحمد أو شفت للإله تبعك؟ لا. شفت الملائكة؟ لا. شفت الروح؟ لا. طب أنت شو بأي أساس اقتنعت بالدين؟ على اي اساس انت عم تامن باله المسلمين؟ ما عندي جواب. انا ما عندي جواب قدمه لبوزا يلي هو الاله الصنم اللي قدامي. جيت قلت لك انا على موضوع الوثنيات. الوثنيات شو هي؟ كل دين له طقوس وشعائر. هذا طبعا ضمن الاجابه على سؤال انه اذا كان الاله قدامي طلع وكيف انا ما كيف راح يكون جوابي له. الوثنيات هي عباره عن طقوس وشعائر بيقدسوا فيها الكائنات الشغلات الموجودة بالنسبة إلى القرآن. طقوس وشعائر بتؤدي الوصول للإله يلي هو عن طريق محمد. الكعبة طوفان حوالين الحجر والقبل تقبيل الحجر ورجم الحجر بحجر، هي مو وثنية؟ هي قمة الوثنية أساسا. النصوص الموجودة بالقرآن هي نصوص وثنية بامتياز. محمد إله وثني بالنسبة للمسلمين، إذا بتكفر بالله يمكن ما يحاسبه، بس إذا بتكفر بمحمد يا ويله يا ويلك. طلعوا صور مثلا أو إساءات للإله، ما حدا حكى عليها، ما حدا اعترض عليها. لما بس طلعوا إساءات لمحمد هبت الأمة الإسلامية كلها ياتها. معناته مين الإله هنا؟ محمد ولا الإله بحد ذاته؟ لما المسلم بيصلي يسأل أي مسلم بيقول لك ذاتاً عم يصلي باليوم 5 مرات وكل يوم يردد الصلاة الجملة هاي، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل سيدنا إبراهيم كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. الله بيصلي على العباد ولا العباد بيصلي عن الله؟ ولا أنتم بتصلوا على مين؟ ما فهمونا يا جماعة الخير، مين بيصلي على مين؟ يعني ما في شيء أقدم له أنا لبوزة إنه أنا فعلاً كنت آمن بإله بيستحق العبادة. طب يجيت أنا على بوزة، يا بوزة قال لي أنا الإله تبعك. إذا كنت أنت الإله فأنت هون ما سويت شيء بلالي. أنا كنت إنسان، بدك مني يكون إنسان خير، أعمل بالفضائل السبعة يلي هي القول الصح والفعل الصح والطريق الصح. أنا ذاتاً عم بعمل هذا الشيء، أنا ماني بحاجة أنك تقلي هذا الموضوع، لأنه أنا إنسان بضميرياً وأخلاقياً وجدانياً وبفطرة الإنسانية، مو اللي هي الفطرة الإلهية نهائياً وما لها علاقة، ولدت على فطرة اللي هي حب الذات والوجود. الحب الذات والوجود بيخلي عندي شيء انه ما اتعرض انا لضرب او لعنف او لاني اكون يعني افتقد احد من اطرافي او افتقد نفسي، لانه هذا الموضوع الافتقاد الذات بالبيئة. انا لما اكون سيء فهون رح يصير في عندي عداء بشري. العداء البشري شو بيعمل معي انا هنا؟ بيصير عندي ممكن اتعرض لحالة نفي، فهون انا عندي تلقائيا بفتعل يعني موضوع الخير او ان يكون انسان خير او يكون انسان بقد يعني بقد امكانياتي افعل الخير وتجنب الشر. هذا مو فلسفه الهيه موضوع الشر والخير، هذا موضوع انساني بحت، التمييز بين الخير والشر، ودائما الشر هو المغلوب عليه والخير دائما هو السائد بالاسلام او بالقران. طبعا هذا السؤال انا اشتست عليه انه اذا كان في اله ما راح يكون في اله، لانه ما في اله عادل
ممكن يتقبل بالشيء اللي عم يصير هلا. شوف بقانون الدولة، الدولة لما بيكون يعني غير ناجح والنظام تبعه نظام فارض يعني دائما معرض لسات استخباراتية ولا تدخلات ودائما عم يتعرض لإهانات، فهذا الدولة فاشلة بامتياز. فنحن هنا عندنا الخيل وأمة أرسلت للعالمين، هدول تعرضوا ل يعني إلههم صار بمستوى ذليل جدا. شوف شوف وضع المسلمين وقارنهم بباقي الشعوب، بيقول لك يمهل ولا يهمل. والله ليك الإسلام لا أمهل ولا أهمل، هو أهمل وما أمهل من وقت ما نوجد محمد لحد هلا. القوة ما بتجي بالسيف، أنا بقوتي أنا دائما بفرض قوتي بعقلي وباحترامي وبإنسانيتي، ما بفرضه بالقوة، لأنه الإنسان بطبعه لما بده يتمرد بيتمرد لو كان علي ولا على اللي أكبر مني ولا على أي شيء. نحن الإنسان اللي عم يتمرد على أبوه، عم يتمرد على الإله، عم يتمرد على كل شيء. فهون ما في شيء اسمه قدرة إلهية، في شيء اسمه قدرة إنسانية بين تمييز الخير وتمييز الشر وتمييز الطريق اللي هو لازم يسلكه. شكرا يا زاد. أنا بدي أسألك عن موضوع الجهر بالإلحاد، كيف بتشوف موضوع الجهر بالإلحاد؟ هل هو وقت الآن نجهر؟ في أصوات كتير تطلع تقول ليس وقتنا، أنه ما وقت الجهر بالإلحاد هلا. كيف تشوف النقطة هاي؟ تفضل. الجهر بالإلحاد كان لازم يطلع قبل الثورات السورية وقبل أساسا ما في ثورة هون، في شيء اسمه حرب نفس الدين عم يحارب بعضهم، نفس الخلافات السابقة ونفس الصورة ونفس النمط. الجهر بالإلحاد كان لازم يطلع من زمان مو من هلا. البرنامج تبعك هذا البرنامج لازم يتطور، ولازم نحن نحسن نقدم الأفضل لحتى نحسن نوصل رسالتنا لكل إنسان عربي أو كل إنسان موجود بالشرق الأوسط، أنه يكون يطلب الحرية، يطلب الحقوق الإنسان، يطلب المساواة، الحب، الخير، السلام، يطلب هذا الشيء، يرفض القمع، يرفض الدكتاتورية، يرفض الاستبداد أو الاستعباد البشر. هدول المفاهيم لازم يلتغى من عنا. عن طريق شو؟ عن طريق الجهر بالإلحاد. لازم أنا لما عندي فكرة أعرضها، حتى ولو كنت بدي أتقابل تجاه ازدراء. أنا بدي أعطي اسمه بندرك بعفرين بميدانك. بس سابقا كانت الشيوخة لهم تعظيم ومكان بالصدر بالبيت، وهذا الشيخ ومرموق وسمعته هي اللي ماشية، كلمته هي اللي ماشية. هلأ اختلف الموضوع. هلأ نحن إذا بنشوف شيخ بنتمسخر عليه وبنطلع عليه دعايات، يعني من اللي ما بيتسمى أنه الشيخ هذا عم يعمل فيه، بناخذ منه العبر كلياتها الجيدة والسيئة، اللي هي ما في جيدة كلياتها سيئة بسيئة، ونقول له لك يا شيخ أنت ترك من حالك من هالمواضيع هاي كلياتها وخليك بني آدم، خليك إنسان، ترك دينك، ترك الدين اللي عم تمشي عليه، هذا ما بيفيدك ولا بيفيدنا. عدم الشيء نحن لازم نطور بعضنا، لازم نعيش مع بعض. صار عنا هون في تقلب بالموازين، صرنا نزدري نطلع على الشيخ بنظرة ازدراء. هذا الشيخ اللي مربي دقنه والوسخ واللي ما بيفرش أسنانه بيجي بيحكي لك على الوضوء وعلى الموضوع هذا، الوضوء تبعته كلياته بس يخلص حاله من تحت فوق ويروح يصلي يتوب لربه على شيء عمله، وبيعرفه هو انه هو اذنب وعمل السيئات، وبيروح مشان يتوب لربه مشان يعفي له، ويرجع يزني ويرجع يخربط لحتى نفس النسخ واللصق دائما نفس الموال. فلا هيك نحن بضيعتنا صرنا ننفي او نزدري اللي متدينين، صارت العكس، وهلا صارت ضيعه بموضوع بمستوى يعني افضل من السابق، طبعا بفضل العقل، بفضل طلب الاستثنائيين وطلب الحب والمساواه والخير، لانه الدين هو اللي ميز بين حتى الناس اللي عنا بضمن قرانا. الديانات هي اللي ميزتهم، واحد شيعي واحد علوي، ضيعه كوسو عنا كوسنلي، هذول الضياع تابعه مثلا لعقيده السنه، الضيعه البانيراكيه ضيعه ارمنيه، الضيعه الميدانيه مع أنه كل صار فيه هون كل واحد يطلع شيء على الثاني. شلنا هذا الموضوع كله يا تو الدين، بس تشيل الدين ما عاد في شيء اسمه خلاف بين البشر. شوف حتى ولو كان الخلاف موجود راح يكون الخلاف يعني بمستوى دون السلاح،
هنا ساعات نحن بنطالب طبعا برفع السلاح، برفع السياسه. السياسه هي اللغه، العقل، هذا هذا اللي راح نحاول ننشره اكثر من انه يكون في قوه سلاح، عنف، دين، مذهب، طائفه، هالمواضيع كلها بصدد الغائه. بس راح الدين، ما عاد في شيء يختلف عليه الانسان نهائيا. بكل تاكيد انا اؤيدك، يعني هو هذه المشكله الاساسيه، الدين. يعني اذا راح الدين، كل الخلافات السياسيه، كل ممكن في يعني الخلافات السياسيه وخلافات اقتصاديه ممكن تصير في مفاوضات بكل سهوله، يعني والعقل البشري يتجاوز بكل سهوله. لكن المشكله في الدين، اللي كل دين يعني يقول أنا الحقيقة فقط. يعني هلا بخلافات سياسية ممكن التفاوض، واحد يتنازل شبر من هون شبر من هون، ممكن يتنازل عن مجموعة مصالح من هون مجموعة مصالح من هون. ولكن المشكلة في الدين، ما ممكن تتنازل ولا قيد شعر عن أي كلمة بالدين، يعني وكله خرافة بخرافة، وهم بوهم. بدي أسألك أزاد، بنظرك كيف شايف مستقبل الملحدين لعشرة، عشرين، ثلاثين سنة قادمة؟ يعني نحن الملحدين يعني طلع صوتهم بعد بما يسمى الثورات العربية، هي يعني طلع صوتهم بهالفترة. وإذا جينا على النطاق العالمي، بعد أحداث سبتمبر بدأ تطلع الأصوات الإلحادية، وبدأت الثورة الإلحادية خلينا نقول تظهر للواجهة. برأيك شو مستقبل الملحدين؟ الفكر الإلحادي هذا لوين رايح؟ شو ممكن يعمل خلال 20-30 سنة قادمة؟ تفضل. الإلحاد بهذا الزمن صاير، يعني في ناس عنا مستوى الإدراك بين الناس مراحل، في ناس ممكن يستوعبوا ويدركوا بطريقة أسرع، في ناس ممكن يعني يتأخروا بمرحلة الإدراك. نحن الشعوب الشرق الأوسطية تقريبا نسبة الإدراك فيها صايرة 75%. يعني المسلم هلأ ما فينه يجرب الإلحاد، مع أنه المسلم بحد ذاته هلأ صاير ملحد. شوف بس كيف ملحد؟ ملحد إدراكه ضعيف كتير. يعني لاحظ للمسلمين اللي نحن عم نتعامل معهم، الفرق بين الإسلام والإلحاد، بيقول لك المسلم الإلحاد كفار وشرك وما بعرف شو من الحكي هذا كله ياته. الفرق انا بقوله للمسلم، الفرق بيني وبينك شو هو؟ في 400 دين، انت بتكفر ب 399 دين، بتقول انا بس الحق، انا الحقيقه. بس انا لا يا اخي، انا مثلك بكفر ب 399 دين بالاضافه الى دينك، يعني 400 دين. عرفت كيف؟ يعني ما في فرق بيني وبين المسلم كثير، لا يتعاظم ولا يفكر حاله بمنظور كثير انه شغله كبيره. بما انك انت بتكفر ب 399 دين وبتقول انا الدين الحق الوحيد، فانا كمان بكفر ب 399 دين، بالاضافه بكفر بدينك كمان، مو بس بباقي الديانات كلها. يعني المسلم او الانسان بشكل عام هلا ما عاد حدا، ادراكنا اختلف، نحن عصرنا مختلف، صرنا بعصر التكنولوجيا، بعصر العلم. العلم صايره عم تسيطر، عم تدخل العقل، حتى ولو نحن ما لنا رضيانين. يعني حتى المسلم اذا ما بيرضى العلم فهو عم يلتجئ لها، لانه العلم انتشر بكل بيت، بكل بيت بتلاقي آلات وأجهزة وكتب. ويعني طريقة المسلم كلياتها صايرة بطريقة 60 أو 75% طريقة علمانية، إلا نسبة قليلة اللي هن الراديكاليين، الإسلام الراديكالي اللي بمستوى اللي ما بتنازلوا عن دينهم، اللي هن هلأ بداعش بيطالبوه بدينهم فوق كل يعني المعتقدات. اما المسلمين اللي هلا عم تلاقيهم هدول شغلتهم بسيطه، يعني ولهذا العاتق بيوقع علينا نحن ببرنامج الجار بالالحاد، او انه نحن كل انسان مدرك للحقيقه يجهر بالحقيقه حتى ولو كانت مؤلمه. وصلت الفكره اللي حبيت اوصلها اخ جان؟ اكيد اكيد وصلت الفكره اخي ازاد. طيب أزاد، كلمة أخيرة بتحب تقولها للأخوة المسلمين والملحدين على حد سواء، تفضل. أنا مهما كانت ديانتك، إن كانت إن كان كلامي موجه للمسلم أو للملحد أو لأي دين تاني المسيحي، لا تفكر إن الإله إذا اللي كنت عم تعبده أنت يطلب منك إنك تقتل حدا
أو أنك تحتقر حدا. شوف ما في إله، أو إذا كان في موجود إله أنت بتعبده، حاول جرب مرة واحدة أنك تلتجي لهالإله هذا يلبي فيه رغباتك، ما راح تلاقيه، وأنا متأكد من هذا الشيء. فلذلك التجئ للحقيقة، مع أنه راح تكون حقيقة في بدايتها مرة لك، بس راح تكون بالنهاية هي الدواء الشافي لكل شيء أنت عم تدور عليه للجيل اللي قادم. نحن أنت لم الحقيقة بعمرها ما أذت حدا وما كانت مضرة لحدا، فأطلب الحقيقة وامشي يعني ابحث عن الحقيقة حتى ولو كانت مؤلمة. أنا وقت اللي عم بحكي، أنا بحكي عن الحقيقة، ما عم بحكي عن شيء. أنا ليش حتى نأذى إذا كان في هناك في إله فعلا؟ أنا ليش حتى ألحد إذا كان في إله فعلا والنصوص الدينية فعلا هي نصوص إنسانية ومن ترتيبات وحكمة رب فعلا عادل؟ فأنا ليش حتى ألحد؟ شو اللي بيخليني ألحد؟ ما في شيء، بالعكس بكون أنا شخص معمي على عيوني ومعمي على قلبي ومعمي على مخي، وما عندي أي قاعدة أني أثبت وجودي فيها. بينما الحقيقة والعلم شو بيقول لك؟ بيقول لك حتى ولو كان في إله، فأنت إذا ما عبدته وكنت شخص صالح، فهذا الإله لازم يحطك بالجنة، ما لازم يحطك بالنار. لأنه نحن في عنا هون اختلاف الربوب أو الآلهات. أنا بعبد المسيحي ولا المسلم ولا مين بدي أعبد أنا؟ تخيلني يا أخي شخص أنا جاي من الهندوس أو من أي دولة تانية، ما عندي ديانة، على أي ديانة بمشي؟ أنا بدي أجي أختار ديانة، ما في أي دين بعتبره الدين الأحق من الثاني، كلياتهم عدم مؤاخذة أضرب من بعض، هذا إذا ما كان كلياتهم يعني طبعاً كلياتهم سيئين هذول كمان. فلذلك أنا راح أقدم شغلة بسيطة للمسلم أو للمسيحي، إنه اعمل الخير، اعمل الأخلاق، اعتمد على الأخلاق، فهذا الشيء إذا كان فيه هناك إله ما لازم يضره. أما إنك تعبد إله وتجي تزني بالأرض، فأنت ملك حق أصلا تزني هون بالأرض، أو ملك حق أساسا ترفض وجودي. إذا أنت بدك ترفض وجودي فأنا بنفيك نهائيا. أنا عندي قوة وأنت عندك قوة، صح؟ فنحن اثنيناتنا مثل ما بيقولوا بالعامية كلياتنا من ظهر الرجال. صار وقت زمن السيوف ولد، نحن هلا بزمن التكنولوجيا، بكبسة زر بجيب آخرتك، شعبك كلياته بقرضه. يعني بعمل لك انقراض نسلي، مو بس انقراض يعني جزئي، أو إنه مثلا عمل لك لا وجود لك بس، لا. فلذلك نحن ما نستعمل مثلا، أنا ضد السلاح، ضد العنف، ضد أي شدة، ضد المفهوم التفرقة، وهذا الشيء كلياته موجود بدينك، إن كنت أنت مسيحي أو مسلم أو بوذي أو هندوسي أو أي كنت تكون، هذا القواعد موجودين بدينك فشيلهم، أنت مالك بحاجة هذا الإله، ولا أنك بحاجة عبادة هذا الإله. فتفضل على فعل الخير والحب والمساواة والسلام. السلام المطلق والخير المطلق والحب المطلق موجود. المسلم ما بيؤمن بهذا الشيء إلا أنه موجود بالجنة بس. لا، السلام والحب والخير موجودين بالأرض، بدليل نحن لما نطلع على الغرب، شوف جابوا قطة وكلب وعصفور وربوهم كلياتهم نفس البيت، مع أنه كلياتهم ضد القطة والعصفور والكلب. الكلب بيأكل القطة والقطة بتأكل العصفور، وثلاثتهم كمان مربيين نفس البيت بدون ما يعتدوا على بعض. فهون شو صار عندي أنا؟ إذا قدرنا نأهل الإنسان ثقافيا وعلميا، فممكن نلغي مفهوم الشر، ممكن نلغي مفهوم التفرقة والاعتداء وهالشي اللي عم يصير كلياته. كل شيء معتمد علينا نحن النسل الإنساني. نحن كلياتنا بشر بس مو كلياتنا إنسان. كلياتنا منحب الخير، بس مو الخير اللي موجود أنا عندي معناته هو الخير. في اختلاف كتير كبير. فالأساس أنه أنت نحن نشيل كل العقائد ونمشي على مبدأ واحد اللي هو الإنسانية والحب والمساواة والخير. أنا بشكرك كتير أخوي أزاد على هالحل، الوقت الطيب اللي عطيتنا إياه بصراحة، بوقت رائع وحلقة رائعة، أنا كتير مستمتع فيها وكتير استمتعت بالحديث معك. طبعا أصدقائي بكرة راح يكون عنا حلقة مع الأخ مفسر القرآن ابن كثير، حلقة آيات إرهابية الساعة 5 توقيت لندن، وراح أكون أنا معكم الساعة 9 توقيت لندن في عبقرية المسلمين، نشوف عبقرية المسلمين سوا. ويوم الجمعة راح يكون معنا الأخ سامي
يوم الأحد، يوم السبت راح يكون معنا الأخ كريم العبيدي في القسم الثاني من الغزو العربي الإسلامي. يوم الأحد راح يكون عنا مناظرة بين طرف مسلم وطرف شيعي، الأخ تحسين الطرف المسلم والأخ ليث الكوثري الطرف الملحد. يعني أيام الجاية راح تكون شوي حامية بالمناظرات وبالفكر الحادي النير. بشكركم كثير أصدقائي، وأشكرك كثير أخي زاد على الوقت الطيب اللي أعطتنا. شكرا لكم. وأنا بتشكرك كثير وبتشكرك للمتابعين، تحياتي لك أخ جان. شكرا، شكرا أخي زاد، شكرا لكم أصدقائي. إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء.